طيب نبدأ يا جماعة. احنا ابتدينا المرة اللي فاتت في الانهيرتنس، والنهاردة عايزين نخلص آخر مين كومبوننت موجودة في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، اللي هو البوليمورفيزم. فالانهيرتنس قلنا قبل كده إن احنا بنعمل سوبر كلاس، ده اللي هو الجنرال كلاس اللي اسمه هنا مثلا جيومتريك أوبجكت، وبعد كده بعمل سبيشال كايند من الكلاس ده زي سيركل وريكتانجل، ودي علاقة الانهيرتنس. ده شكل اليو ام ال دايجرام. الكلاسز اللي هي السب كلاسز اللي هي السيركل والريكتانجل بتنهيرت من السوبر كلاس، يعني بتاخد كل الداتا ممبرز والميثودز بتاعته. طبعا مش اي حاجة بيبقى لها اكسس، يعني لو في حاجة برايفت ملهاش اكسس. وكنا خدنا بقى العلاقة ما بين السب كلاس والسوبر كلاس. طبعا في علاقة كنا قلناها قبل كده، يعني هنعيدها تاني. هي علاقة الكلاسز ببعض، هما اتنين كلاسز. كلاسز علاقة الاجريجيشن، اللي هي ان الاتنين كلاس تعرف تحطهم في جملة مفيدة فيها هاز ايه، الكلاس هاز ايه كلاس تاني، دي علاقة الاجريجيشن. العلاقة التانية اللي هي الانهيرتنس، دي ما عندناش اكتر من كده، ودي علاقة ايز ايه. لو عرفت تكتب حط جملة مفيدة a class is a class تاني، فده يبقى علاقة inheritance. يعني ال circle is a geometric shape، ال rectangle is a geometric shape. وكان زي ما قلت لكم قبل كده الكورس بتاعنا ما فيهوش ديزاين، يعني انا اللي بقول لك على طول مين ال classes والعلاقات اللي بينها. الديزاين ده المفروض يبقى كورس تاني، يعني اللي هو يدي لك problem كده عبارة عن paragraph، وانت اللي تقعد تديزاين مين ال classes وهعمل مين super class وحاجات زي كده. فالمهم قلنا برضو ان انا على وانا جوه السب كلاس زي سيركل كده عايز اريفير للسوبر كلاس، بستخدم الكيورد اللي اسمها سوبر. سوبر كلمه كلها اسمه ليتر ريزيرفد وورد. فلما اكتب سوبر دوت واكتب بعد كده الداتا ممبر او الميثود اللي موجوده في السوبر كلاس اعرف انادلها. لو كتبت سوبر وفتحت قوس وقفلته يبقى انا بنادي على الكونستراكتور بتاع السوبر كلاس، وانا جوه السب كلاس زي سيركل عايز انادي على الكونستراكتور اللي موجود في السوبر كلاس، فاستخدم سوبر وافتح قوس واقفله. كنا قلنا برضه قبل كده ان الكونستراكتور بيتنادى اوتوماتيكلي، مش انت لازم تناديله. فلو عندك كلاس ايه بينهرت من الكلاس تاني وات ايفر اسمه ايه، فالكونستراكتور بتاع الكلاس ايه سواء نو ارجمنت او بياخد وان باراميتر، في الحالتين بينادي امبليسيتلي على الكونستراكتور بتاع السوبر كلاس. فخلي بالك ان لازم السوبر كلاس يبقى فيه كونستراكتور وذ نو ارجمنت كونستراكتور، عشان ده بيتنادى عليه بصوره اوتوماتيك. وكنا خدنا تريس المره اللي فاتت، خدنا تريس اهو. كلاس بيرسون بينهيرت منه كلاس اسمه امبلوي، بينهيرت منه كلاس اسمه فاكولتي، وخدنا بقى التشين بتاع الكونستراكتور بينادي مين بينادي على مين وهكذا بالترتيب بتاعهم يعني. فدي حاجة زي كده اهو، ده الكلاس اللي اسمه ابل بينهيرت من فروت، في هاف تو ميك شور ان فروت ده فيه ان فروت ده فيه نو ارجمنت كونستراكتور. هنا ما فيش نو ارجمنت كونستراكتور، فعشان كده ده الايرور اللي ممكن يحصل. وكنا قلنا بقى ان السب كلاس ده از سبيشال كايند من السوبر كلاس، فانا لما بعمله علشان ازود في السب كلاس ده زي اسمه سيركل، ازود داتا ممبرز اللي هي البروبرتيز، ازود ميثود، اغير في ميثود موجوده في السوبر كلاس. انا عندي في السوبر كلاس في ميثود انا عايز اغير فيها، عايز اغير البيهيفير بتاعها، فبعمل لها اوفر رايد. التعريف بتاع الاوفر رايد عشان نفرق ما بينه وما بين الاوفر لود، الاوفر لود هم اتنين ميثود بنفس الاسم ولكن الارجمنت لسه مختلفه، يا اما مختلفه في العدد يا اما مختلفه في الداتا تايب. الاوفر رايد يعني اتنين ميثود، واحده موجوده في السب كلاس واحده موجوده في السوبر كلاس، ما ينفعش يكونوا موجودين في نفس الكلاس. اتنين ميثود، واحده موجوده في السب كلاس واحده موجوده في سوبر كلاس، الاتنين ميثود ليهم نفس الاسم ليهم نفس البارامتر بنفس التايب، دي معناها اوفر رايد بتاع الميثود. فحاجه زي كده لو عندنا لا دي حاجه تانية، ان انا لو عايز انادي على ده، انا هنا جوه الكلاس اللي اسمه سيركل وعايز انادي على الميثود اللي اسمها جيت ديت كرييتد. الميثود دي مش موجوده في الكلاس اللي اسمه سيركل، فهيطلع يدور عليها في السوبر كلاس فهيلاقيها فينادي عليها. لو انت عايز تنادي عليها تكتب له سوبر دوت واسم الكلاس، رغم ان انا قلت لك ان انت مش محتاج ده قوي، لان الكلاس اللي اسمه سيركل ما فيهوش الميثود دي، فلما تكتبها مش هيلاقيها في الكلاس بتاعه اللي هو سيركل، فيطلع يناديها فوق من الكلاس اللي فوقيه بعد كده. ده الميثود اوفر رايد.
ان انت يبقى عندك اتنين ميثود بنفس الاسم بنفس البرامتر موجوده في السب كلاس والسوبر كلاس. ما ينفعش اعمل اوفر رايد لبرايفت ميثود. لو الميثود في السب كلاس از برايفت، لو كانت برايفت في السوبر كلاس وكتبتها في السب كلاس الاثنين ما لهمش علاقه ببعض، ده ما اسموش اوفر رايد، وما ينفعش اوفر رايد ستاتيك ميثود موجوده في السوبر كلاس. وده الفرق ما بين الميثود اوفر رايدنج والميثود اوفر لودنج. كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، ان لو عندك هو اثنين ميثود، انا عندي كلاس A بينهرت من الكلاس B وعندي ميثود اسمها B بس في السوبر كلاس، بس البارامتر هنا دبل والبارامتر هنا انتجر، كده الاثنين ميثود دول يعتبروا مختلفين ولانهم بنفس الاسم فده اسمه ميثود اوفر لودنج. انما هنا الميثود اللي في السوبر كلاس والسب كلاس نفس الاسم اللي هو B ونفس البارامتر اللي اسمه نفس التايب، يبقى ده اسمه اوفر رايد. وكنا قلنا برضو اخر حاجه قلناها المره اللي فاتت، ان كل الكلاسز اللي في جافا بتنهرت من كلاس فيري فيري جنرال موجود في اعلى الهيراركال اسمه اوبجكت ويز بيج او. اوبجكت ويز بيج او ده الكلاس اللي كلهم بينهرت منه. فلو انت بتنهرت من كلاس خلاص انت بتنهرت. برضو في حاجه ما قلتهاش المره اللي فاتت هقولها واكد عليها المره دي اهو وهعيدها تاني المره الجايه، ان في الجافا ما ينفعش تنهرت اكتر من كلاس. في ليميت انك بتنهرت من كلاس واحد. وهو كان ينفع انهيرت اكتر من كلاس، السي كان فيها مالتيبل انهيرتنس، ممكن في السي انهيرت من كلاس واثنين وثلاثه. الكلام ده اتمنع في الجافا، في الجافا ما ينفعش تنهيرت اكتر من كلاس. ف طبعا كل حاجه يعني يعني زادت او اتمنعت لازم لها سبب يعني. فهو المالتيبل انهيرتنس كان ممكن يعمل مشاكل، لان زي ما قلنا قبل كده السهم اللي طالع ده بيقول ان انا اعرف اطلع من تحت لفوق. قلت لك ما ينفعش، زي ما نشوف دلوقتي برضو في البوليمورفيز ما ينفعش انزل من فوق لتحت، فانت لازم تطلع لفوق كده دايما. في المالتيبل انهيرتنس في اكتر من سكه خلاص. مشكله المالتيبل انهيرتنس بديكتيف كود بيبقى كونفيوز ران تايم، فعشان كده قالوا علشان كده احنا شلنا المالتيبل انهيرتنس دي في الجافا. طيب وافرض ان انا كنت محتاج انهيرت اكتر من كلاس، قال لك ان انت ممكن تنهيرت تبدل المالتيبل انهيرتنس ده بسنجل انهيرتنس بس تغير في الديزاين شويه. فطالما مش محتاجها الجافا شالت الكلام ده واصبح ما ينفعش تنهيرت غير من كلاس واحد فقط. طبعا الجافا فيها حاجه تانية اسمها انترفيسز، هناخدها المره الجايه ان شاء الله، اخر مره بقى خالص قبل الامتحان. امتحانكم خلاص يعني، امتحانكم هيبقى ان شاء الله ان شاء الله يعني اذا كان ده متغيرش هيكون يوم الحد ان شاء الله. الحد هيكون الحد إن شاء الله الحد 9/5 من الساعة 11 للساعة 12، هي ساعة واحدة بس من 11 ل 12. فمارك يور كالندر بقى خلاص، امتحاننا إن شاء الله يوم الحد 9/5. ف هو إيه اللي جاب سيرة الامتحان؟ مش فاكر إيه اللي جاب سيرة الامتحان. اللي جاب سيرة الامتحان إن المرة الجاية إن شاء الله هتبقى آخر مرة، آخر ماتيريال داخل فيها آخر ماتيريال داخلة في الأوبجكت أورينتد بروجرامينج يعني. فأنتوا اللاب بتاعكم أو السكشن بتاعكم يوم إيه؟ اللاب بتاعكم يوم إيه؟ سبت واثنين. سبت واثنين. سبت واثنين، سبت واثنين. طيب اتصرفوا بقى، اتصرفوا شوفوا الاثنين ده شم النسيم، فانتوا اتصرفوا بقى عشان تشوفوا الاثنين بعد اللي جاي، عشان تاخدوا لاب يكفر كل الحاجات دي بقى. محدش يجي يقول لي احنا خلاص خلصنا، قلت لك الامتحان 9/5 وفي محاضرة يوم الخميس الجاي ان شاء الله هناخد فيها حتة صغيرة كده، هي مش صغيرة بس يعني هي حتة مهمة، انما يعني ان شاء الله مش طويلة،
فلازم تاخد لاب برضو وتراجع عليها. فايه فشد حيلك بقى، يوم اللي هتاخده السبت، ممكن الناس اللي عندها عيد يوم الاثنين تاخد السبت، تتفق اونلاين عشان تاخدوا اليوم الاثنين للناس اللي ما عندهمش عيد، يعني اتصرفوا يعني. المهم الاسبوع اللي بعد اللي جاي تاخد، لازم تاخد برضو اخر سيكشن عشان الامتحان الاسبوع اللي بعده على طول. المهم كنت بقول ايه، انا برضو عمال ادخل من اطلع من موضوع ادخل في موضوع تاني. كنا بنتكلم على المالتيبل انهيرتنس. فالجافا انت ما خدتش، يعني المفروض انك ما درستش اوبجكت اورينتد بروجرامنج بالسي، فالمفروض انت اصلا ما عندكش فكره ان السي في مالتيبل انهيرتنس. فالرول اللي هقولها لك في الجافا ان انت يو كان انهيرت اونلي فروم وان كلاس، ما ينفعش تنهيرت من اكتر من كلاس. بس في حاجات تانية، في سبيشال كلاسز اسمها انترفيسز اللي هناخدها المرة الجاية ان شاء الله. ده ممكن بقى ايه تنهيرت الانترفيسز دي زي ما انت عايز، 2 3 4 10. وقت احنا ما بنقولش انهيرت انترفيس، بنقول امبلمنت انترفيس. بس اني anyway يعني خلينا بس لغاية دلوقتي ان انت يو كان اونلي انهيرت فروم اونلي وان كلاس. فكل الكلاسز في الجافا بتنهيرت، يا اما بينهيرت اكسبليسيتلي اقول له اكستند اكستندز، ما اعرفش مثلا كلاس اسمه اوبجكت جيومتريك اوبجكت، او ان انا لو ما فيش يبقى هو لوحده بيكستند من كلاس فيري فيري جنرال اسمه اوبجكت ويز بيج او. طب ايه فايده الكلام ده؟ فايده الكلام ده ان انا بحط في الكلاس اللي اسمه اوبجكت ده يا جماعه مجموعه من الميثودز فيري فيري جنرال which are or which should be applied to all classes. الكلام ده برضه هنأكد عليه دلوقتي إن شاء الله في البوليمورفيزم. فائدة السوبر كلاس يا جماعة مش لازم إن هو يكون كلاس أنت محتاج عشان تكريت منه أوبجيكتس، الكلام ده نقوله النهارده إن شاء الله. إنما أنت ممكن تعمل سوبر كلاس لمجرد إن يوحد الانترفيسز ما بين كل الكلاسز اللي هتيجي تحت وتنهيرت منه. فأنا مثلا عندي الإكزامبل بتاع الجيومتريك أوبجيكت ده كلاس. كل بقى الكلاسز التانية السيركل والريكتانجل والتريانجلز والحاجات دي كلها هتنهرت منه. فانا عايز اوحد الانترفيس، عايز لما اجي اقول له درو كلهم يستخدموا نفس الميثود بنفس الاسم اللي اسمها درو، مش واحد يعمل لي في الكلاس اللي اسمه سيركل درو والتانية يقول لي في الريكتانجل مثلا درو ريكتانجل وكل واحد يغير. ليه انا محتاج اوحد الانترفيس؟ برضه هنشوفها دلوقتي في البوليمورفيزم. بس خلينا عارفين دلوقتي ان فايده السوبر كلاس، انك فايدة السوبر كلاس انك توحد الانترفيس مع كل الكلاسز اللي هتنهرت منه. فالكلاس الكبير او اللي اسمه اوبجكت ده اللي هو كل الكلاسز اللي في الجافا بتنهرت منه، ما خلي بالك انت ممكن في الهيراركال بتاع الانهرتنس انت عندك كلاس بينهرت من كلاس، الكلاس التاني ده بينهرت من كلاس تالت، الكلاس التالت بينهرت من الكلاس الاولاني خالص ده، او السب كلاس اللي تحت خالص ده بينهرت كل اللي فوق. انت ما ينفعش تعمل انهيرت او دايركت انهيرتنس غير من الكلاس واحد فقط، انما الكلاس الواحد ده بينهيرت من كلاس تاني والكلاس التاني بينهيرت من كلاس تالت. انت الكلاس اللي تحت خالص ده بينهيرت كل اللي فوق. ففي الاخر خالص في اخر الهيراركال في اخر هذا النفق بتاع الانهيرتنس بتلاقي الكلاس اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او. ايه بقى فايدته؟ فايدته انه بيبقى فيه ميثودز فيري جنرال انا عايزه تكون موجوده في كل الكلاسز اللي هي بتاعت الجافا. زي ايه؟ زي الميثود اللي اسمها تو سترينج، كنت قلتها قبل كده في النص كده ان كل الكلاسز فيها ميثود اسمها تو سترينج اهي اللي هي دي. ده كلاس اسمه لون، اي كلاس في ميثود على طول اسمه عملت اوبجكت منه في ميثود اسمها تو سترينج. طب افرض ان الكلاس مش عامل امبلمنتيشن للتو سترينج دي، مش مشكله هي موجوده في الكلاس اللي فوق خالص اللي اسمه اوبجكت. طبعا هي بتعمل حاجه مش مفيده، التو سترينج اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت ده بتعمل حاجه مش مفيده، يا دوب بتبرنت اسم الكلاس وتكتب ات وتكتب الادرس بتاع الاوبجكت ده في الميموري فين، انما الميثود نفسها موجوده. فعاده كل كلاس حقيقي انت بتعمله بتوفر رايد هذه الميثود اللي اسمها تو سترينج عشان تكتب حاجه مفيده لليوزر، تكتب له اسم الكلاس مثلا اسمه سيركل وتكتب له الراديوس اي حاجه زي كده يعني. فتو ميثودز دي عملت لها اوفر رايد كان بيها، ما عملتش هتطلع فوق تنادي لها اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت. هناخد برضو كذا ميثود موجودين في هذا الكلاس بس لما يجي وقتهم. برضو النهارده برضو هناخد واحده تانية موجوده في الكلاس الكبير اللي اسمه اوبجكت. خلينا بقى نخش على البوليمورفيزم، هو الموضوع بتاع النهارده. كل الكلام ده كان زي ريفيو كده يعني.
البوليمورفيزم التعريف بتاعه هو ان انت ممكن تعمل variable او reference من السوبر كلاس واحط فيه ادرس بتاع اوبجكت من السب كلاس، هو ده البوليمورفيزم. طبعا ان انت لما بتكريت ريفرنس لكلاس معين لازم تحط فيه ادرس بتاع اوبجكت من نفس الكلاس، ما ينفعش اقول له مثلا سيركل اكس ايكوال نيو ستودنت، ما ينفعش اكريت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت واحط في ريفرنس اسمه اكس للكلاس اللي اسمه سيركل، ما ينفعش العك كده. والحقيقه كلمه ما ينفعش دي لازم يبقى لها اي حاجه تنفع وما تنفعش لازم يكون لها سبب بتتعمل منه. فهو الحقيقه ما فيش اي سبب في الدنيا ان انا اعمل ريفرنس لكلاس واحط فيه اوبجكت لكلاس تاني خالص ما فيش بينهم اي علاقه، ده كلام ما ينفعش الحقيقه، ومفروض ان انت مش هتحتاجه ابدا في حياتك. انما لما تكون الكلاسز في بينهم علاقه انهيرتنس، طبعا الكلام ده ما كتبش هنا، اه مكتوب، ما هو قال سوبر كلاس وسب كلاس، يبقى ده الانهيرتنس. في علاقه الانهيرتنس ممكن اعمل ريفرنس لكلاس معين واحط فيه ادرس بتاع اوبجكت بي انهيرت منه، يعني ينفع اعمل ريفرنس للكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت اقول جيومتريك اوبجكت اكس ايكوال نيو سيركل او نيو تريانجل او نيو ريكتانجل، احط فيه الادرس بتاع اوبجكت من كلاس معين احطه فيه احط في ريفرنس للسوبر كلاس. هو ده تعريف البوليمورفيزم. الاول اعرف الطريقه وبعدين نشوف فائدته، لان خلي بالك مفيش شيء يجبرك وانت شغال وانت بتديفلوب كود في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج انك تستخدم كل الفيتشر بتاعت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج، فانت بتستخدمها لان انت المفروض تكون فاهم هي بتفيدك ازاي. اذروايز مش هتاخد الفوائد بتاعت الاوبجكت اورينتد بروجرامنج اللي هي الكود مينتنس والكود ريوزابيلتي والحاجات اللي قلناها في اول ليكشر. تعالى نروح ناخد الاكزامبل اللي موجود اللي اسمه بوليمورفيزم ديمو ده. طيب بص على الديمو ده اللي موجود في فتحنا نت بينز شايفينه اهو دلوقتي. اللي عمله عمل هنا ميثود مسميها display object، عمل كلاس تست كلاس مسميه بوليمورفيزم ديمو، وبعدين عمل فيه ميثود اسمها display object. الميثود دي بتاخد ايه؟ بتاخد object من الكلاس اللي اسمه simple geometric object، يبقى لازم ابعت لها دايما object من هذا الكلاس. لا البوليمورفيزم ما بيقول لك لا، ده انا ممكن اقول الميثود اهو، انا بقول الميثود مرتين وابعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل وابعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل، ازاي وانا اصلا بستقبل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت؟ ده ينفع لان في علاقه انهيرتنس ما بين السيركل والجيومتريك اوبجكت وما بين الريكتانجل والجيومتريك اوبجكت. بس خلي بالك من حاجه، الكود اللي هتكتبه جوه في الميثود ده لازم يكون يقبل التنفيذ لكل الكلاسز اللي هتبعتها. انا دلوقتي عرفت ميثود اسمها ديسبلاي اوبجكت بتاخد اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت، يبقى لازم الكود اللي جوه ده ينفع يشتغل لي الاوبجكت من الكلاس جيومتريك اوبجكت وسيركل وريكتانجل. هو بيكون الميثود اللي اسمها ديت جيت ديت كرييتد وجيت كلر، والتو ميثودز دول موجودين في جيومتريك اوبجكت ومش موجودين في السيركل ولا الريكتانجل. فالكود ده يا جماعه هيشتغل مع الحاجات دي. هو هنعمل ران اهو، هيشتغل للاثنين اوبجكت السيركل والريكتانجل اهو اللي عامل لهم كرييشن اهو تمام بالمنظر ده. في ميثود موجوده في سيركل اسمها جيت ريديوس، طبعا دي مش موجوده في ريكتانجل، ما ينفعش اجي هنا في الكود ده بتاع ده واقول الميثود اللي اسمها جيت ريديوس، ما ينفعش لان الكود ده مش هيشتغل
لو بعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل. فخلي بالك وانت بتكرييت ميثود زي دي بتستقبل اوبجكت من كلاس معين، لازم الكود اللي جوه دايما يشتغل لو استقبل اوبجكت من الكلاس ده او اي كلاس بينهرت منه. بالك من حاجه، ان انت لما بتكرييت سوبر كلاس الديزاين ده ما بيتعملش مره واحده في العمر وبيتقفل على كده، ده الاوبتيمال كيس اللي ما بتحصلش. احنا طول الوقت في الريل بروجكت الكبير بتعمل ريفاكتورنج، والريفاكتورنج ده يعني بتغير ممكن في الديزاين وتغير في علاقات الانهيرتنس. بعد شويه لما بتشتغل وتبدا تيمبلمنت، طبعا ده دي حاجه مش صح يعني قوي، انما ده بتحصل دايما، ان انت دايما لما تبقى شغال بتلاقي نفسك لا ده في حته في الديزاين مش مظبوطه، ده انا محتاج اغير. القصد في الكلام ان كمان الكود بتاعك في نفس البروجكت ممكن حد تاني في التيم بعد كده يزود كلاسز، ده وارد جدا. زي الاكزامبل اللي قلت لكم قبل كده، انت عامل برنامج رسم يرسم سيركل وريكتانجل وتريانجل، فعملت السوبر كلاس اسمه جيومتريك اوبجكت، بعديها ب 10 سنين اكتشفوا ان انت عندك شيب جديد اسمه اليبس، فهتزود كلاس، الكود بتاعك المفروض ما يشتغلش. ده اللي احنا هنشرحه دلوقتي باكسبريشن اسمه جينيريك كودينج. الجينيريك بروجرامينج ده ان انت الكود بتاعك ما يتغيرش حتى لو زودته في المستقبل. دي الاهداف العليا والساميه للاوبجكت اورينتد بروجرامنج، اللي انت لو مشيت بالقواعد بتاعته مظبوط هتقدر تحقق الكلام ده، هتقدر تحقق ان الكود بعد ما يكبر بعد كده وكلاسز تزود وزن العلاقه بتاعت الانهيرتنس، ان الكود بتاعك ما يتغيرش يفضل زي ما هو. ده اسمه جينيريك كودينج. فاحنا هناخد النهارده اكزامبل على جينيريك كودينج، وهناخد برضه اكزامبل على كود مش جينيريك. القصد الاكزامبل البسيط اللي قدامك بيشرح لك البوليمورفيزم، ان انت when you have a reference لكلاس معين زي اللي قدامك ده، البارامتر بتاعت الفانكشن دي بتاخد الريفرنس الاوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت، تقدر تبعت له اوبجكت من هذا الكلاس او من اي كلاس بينهرت منه زي السيركل والريكتانجل. دول التو اكزامبلز اهو، بينادي على نفس الميثود وبيبعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل وكلاس اللي اسمه ريكتانجل. في حد عنده اي سؤال لغايه دلوقتي؟ مفيش اي سؤال. طيب ده اكزامبل تاني، ده اكزامبل تاني. بص على علاقه الانهيرتنس دي، خدها من تحت لفوق كده. في كلاس اسمه بيرسون كاتب اكستندز اوبجكت ويز بيج او، طبعا مش محتاج اكتب ده، هو مش غلط بس مش محتاج اكتبه علشان كل كلاسز بتكستند من هذا الكلاس، فانت كفايه تكتب كلاس بيرسون عشان امبليسيتلي يكون بينهرت من هذا الكلاس. طيب الكلاس ده فيه ايه؟ مفيش فيه غير ميثود واحد. نعم. نت بينز هو اللي ظاهر مش السلايدز. انت الوحيد اللي معترض. طب بقيت الناس لا ساكته ليه؟ هو كان، انا كنت لسه افتح مايك اقول نفس الكومنت برضه. يعني اتنين بس، طب بقيت الناس فين؟ طيب المهم يعني المهم ال كنا بنقول ايه؟ طب واحنا ليه سيبنا النت بينز يا جماعه؟ ليه سيبنا النت بينز؟ ما ده برضو كلام مش مظبوط. هو عايز نجيبه في النت بينز، النت بينز يبقى فيها الوان وحاجات كده. اهو اهو بص على الكلاس ده، اهو ادي الكلاس الاولاني يا جماعه. وقلنا اكستند اوبجكت دي ملهاش لازمه، بس مش غلط، ما فيهاش غير ميثود واحده بس اللي هي تو سترينج، اللي احنا عرفنا دلوقتي انها بت اوفر رايد الميثود اللي اسمها تو سترينج اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت. وبعدين اعمل الكلاس الثاني اللي اسمه ستودنت اللي بينهرت من الكلاس اللي اسمه بيرسون. احنا خدنا الانهيرتنس هيراركال ده قبل كده، برضو ما فيهاش غير ميثود واحده بس اسمها تو سترينج، دي بترجع لك بيرسون، دي بترجع سترينج ستودنت. وبعدين اعمل كلاس ثالث اسمه جيومتريك ستودنت، جيومتريك ايه بس، جراديويت ستودنت، برضو بينهرت من الكلاس اللي اسمه، يعني الهيراركال بتاعك تو ليفلز، فوق خالص بيرسون، تحت منه ستودنت، تحت منه جراديويت ستودنت. جراديويت ستودنت ما فيهاش ميثودز خالص. وبعدين تعالى بقى في التست كلاس اللي عامله اللي مسميه دايناميك بايندينج ديمو، نشرح الكلمه دي دلوقتي. في المين في ميثود اسمها ام، ميثود ام بتاخد ايه؟ بتاخد اوبجكت من الكلاس اللي اسمه
object with big O. يبقى قلنا لما تعمل ميثود بهذا الشكل، هذه الميثود لازم الكود بتاعها يشتغل، لانك تقدر تبعت لها اوبجكت من هذا الكلاس او اوبجكت من اي كلاس بينهرت من هذا الكلاس اللي اسمه اوبجكت. اما كل الكلاسز اللي في الجافا بتنهرت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او، ده معنى كده ان الميثود دي انا اي كان كولت وابعت لها اي اوبجكت من اي كلاس. فتعالى بقى شوف هنا في المين بينادي على الميثود اربع مرات، مره يبعت له اوبجكت من كلاس جرادويت ستودنت، تاني مره يبعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت، تالت مره يبعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه بيرسون، رابع مره يبعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او. طيب لما بينادي عليه الكلاس الميثود بقى نفسها بتعمل ايه؟ مجرد بتريتد باي سكرين برنت لاين سترينج، السترينج دي هي اكس دوت تو سترينج، طبعا لان هو انا بيساب الاوبجكت من اي كلاس في الجافا فلازم يكون ميثود موجوده في كل الكلاسز اللي في الجافا زي تو سترينج كده. تو سترينج لو ما عملتلهاش اوفر رايت في الكلاس الجديد اللي انت عامله بيطلع ينادي فوق على التو سترينج اللي موجوده في اي سوبر كلاس لغايه ما يطلع للاوبجكت ويز بيج او. ايه اللي بقى اللي هيحصل له برينتنج هنا؟ ايه اللي هيحصل له برينتنج؟ اول واحد لما ببعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جراديويت ستودنت هيروح لجراديويت ستودنت، عايز ينادي الميثود اللي اسمها تو سترينج مش هيلاقيها، يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيكتب graduate student at المكان بتاعه؟ لا 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 انت طب كويس، يعني انا عايز اسمع ردود زي دي عشان اصلح الكلام ده. انت نطيت من الكلاس اللي اسمه graduate student للكلاس اللي اسمه object مره واحده، لا الكلام ده ما ينفعش. لو بصينا على اول سلايدز خالص موجوده عندنا بتاعت الانهيرتنس كان في الاسهم، الاسهم دي بتطلع بيها واحده واحده. الجراديويت ستودنت لما تطلع لفوق السوبر كلاس بتاعه اسمه ستودنت، فيروح للستودنت يلاقي الميثود اسمها تو سترينج موجوده ولا مش موجوده؟ يلاقيها موجوده، لما يلاقيها موجوده ينادي لها. يبقى هيرجع ايه؟ ستودنت. يبقى اول واحده دي هترجع ستودنت. تاني واحده كول وابعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت فينادي تو سترينج، هل في تو سترينج موجوده في ستودنت؟ اه، فيبرنت ستودنت تاني. بيرسون يروح لتو بيرسون لتو سترينج اللي موجوده في البيرسون، هل البيرسون فيها تو سترينج؟ اه فيها، فيطبع بيرسون، يبقى ثالث مره يطبع بيرسون. اخر واحده خالص يكول التو سترينج اللي احنا قلنا زي ما قلنا بيطبع كلام مش مفيد قوي بس بيطبع اسم الكلاس اللي هو اوبجكت اد ويحط لك الادرس اهو. ده الاوتبوت بتاع البروجرام بتاعنا، هيطبع ستودنت ستودنت بيرسون. ما طبعش حاجه ليه؟ اه شفت، ستودنت ستودنت بيرسون، واخر واحده دي خالص اسم الكلاس ات الادرس بتاعه. فهمت يا جماعه؟ تمام يا دكتور. احنا لغايه دلوقتي برضو احنا قلنا الطريقه بتاعت ايه، بتاعت البوليمورفيزم، بس برضه احنا لسه لغايه دلوقتي الصوره مش كامله. هو احنا ليه سمحنا بكده؟ ايه الفايده من كده؟ الفايده من كده ان انت تقدر، ممكن نشوف الفايده من كده بس نقدر ناخد بريك 10 دقايق ونرجع تاني. اه احنا لسه ما خلصناش ايه المقصود بكلمه دايناميك بايندينج دي. البوليمورفيزم والديناميك بايندنج اند جينيريك بروجرامنج لازم الكلام ده يكون واضح. الديناميك بايندنج دي اول حاجه نشرحها لما نرجع. هو انتوا اول كوميتمنت عندكم ليكشر ولا لاب ولا تيوتوريال وات ايفر يبدا الساعه كام؟ تقريبا 2:30. حلو قوي، براحتنا احنا بقى خالص بقى. في جزء ان شاء الله لازم يخلص، لازم يعني، فاحنا مع بعضينا يعني قاعدين، فناخد بريك 10 دقايق ونرجع ان شاء الله. دكتور طب هو كده احنا هنخلص كام بس؟ هنخلص لغايه ما الماتيريال اللي المفروض تخلص تخلص. احنا عندنا عندنا مشكلتين، المشكله الاولانيه ان الحقيقه الكورس كان قبل كده وما كانش موجود في السبيشاليز يعني، انما كان 3 ساعات محاضرات، دلوقتي بقى ساعتين في اللائحه الجديده اللي هي اول مره تاخدوه. وكمان رمضان خلى المحاضره بدل 50 دقيقه 40 دقيقه. فالماتيريال اللي هتتاخد هنا هي اللي هتتاخد هنا، ما لازم الكورس يخلص يا جماعه. فانا عمال اتكلم بسرعه جدا اهو، بس مش مهم، الليكشر ريكوردد، تقدر تراجع وتسمع 100 مره اي حته
انت حتى سرحت فيها ولا انا قلتها بسرعه او كده يعني. فاحنا هنخلص ان شاء الله يعني في غضون ساعه يعني، نخلص ان شاء الله يعني. طيب حلو، اوكي ماشي، ميرسي يا دكتور. اوكي 10 دقايق ونرجع بالظبط يا جماعه. اتفضل دكتور، كان عندي سؤال في المساله دي. اسال. هو انا مثلا عايز اعمل ريفير للتو سترينج مثلا اللي موجوده في بيرسون من خلال الجراديويت ستودنت، فانا اوصلها ازاي؟ والله سألت سؤال كويس. ممكن أولا لازم تحط الميثود اللي هي تو سترينج، وبعدين تنادي على تو سترينج اللي موجودة في بيرسون إنك تكتب له سوبر دوت سوبر، والكلام ده غلط مش هيشتغل، الكلام اللي أنا بقوله ده مش هيشتغل. هو هطلع على هنا بجربها وانت بتكلمني دلوقتي. فهريترن سوبر دوت تو سترينج دي هتشتغل، دي مفيش فيها مشكلة. هل لو كتبت سوبر دوت سوبر مش هتشتغل؟ سوبر دوت سوبر ادى سينتاكس ايرور مظبوط، ادى سينتاكس ايرور مظبوط. خلي بالك اوفر رايد، دي كلمه اوفر رايد، لما بقول اوفر رايد ميثودز، انت لما بتعمل اوفر رايد انت بتكنسل الامبلمنتيشن اللي فوقيك بعد كده، ده المقصود بيه. يعني انت ممكن اوفر رايد الميثود وتسيب الامبلمنتيشن بتاعها فاضي، كل ده علشان الاوبجكت من هذا الكلاس ما يطلعش يعني انت عملت اوفر رايد وسبتها فاضي عشان ما يناديش على الميثود اللي بعد كده. فانت لو عندك تو سترينج موجوده في بيرسون وبعدين عملت تو سترينج في ستودنت، انت كده المفروض عملت اوفر رايد، لغيت بتاعت بيرسون. لما تعمل تو سترينج بقى في جرادويت ستودنت انت كمان بتبقى عايز تلغي الستودنت، بس انت دايما عندك الاوبشن ان انت جوه الامبلمنتيشن بتاع الميثود بتاع اي كلاس انك تطلع تناضي على نفس الميثود في السوبر كلاس بانك تكتب سوبر دوت اسم الميثود. انما انت بتسال سؤال ممكن يكون ما ينفعش، هو ما ينفعش، انا مش عارف ما ينفع، ما اعرفش تعمل ازاي. ممكن يكون مش صح ان انت تكون عايز تعمل حاجه زي كده، لان زي ما قلت لك الاوفر رايد، اوفر رايد ده المقصود منها انك بتخفي الامبلمنتيشن في السوبر سوبر كلاس، مش عايز تشوفه مره ثانيه. فلغايه دلوقتي انا ما اعرفش ازاي ممكن في الكلاس اللي اسمه جراديويت ستودنت اطلع نادي على التو سترينج اللي موجوده في البيرسون اللي هو بقى اللي بعد الستودنت كمان. يا اما بقى تكتب الكود اللي يعمل كده، يعني تخلي في التو سترينج دي اللي موجوده في الستودنت نادي باستخدام سوبر دوت تو سترينج التو سترينج اللي موجوده في البيرسون، وبعدين التو سترينج اللي موجوده في الجراديويت تنادي على التو سترينج اللي موجوده في السوبر بتاعها اللي هو الستودنت. فبالمنظر ده بالهيراريكال ده يطلع ينادي على التو سترينج اللي موجوده في البيرسون. بس انت لو عملت امبلمنتيشن في التو سترينج اللي موجوده في الستودنت انت بتبقى قاصد كده انك تخفي في الانهيرتنس هيراريكال، ان بحيث الكلاسز اللي جايه بعد الستودنت ما تشوفش التو سترينج اللي موجوده فوق اللي فوق بقى، خلاص انت خلاص عملت اوفر رايت. فاهم انا بقول ايه ولا تمام؟ شكرا يا دكتور. طيب اتفضل شوية كده ونرجع على طول.
طيب نبدأ يا جماعة، نكمل. حضرات يا دكتور احنا معاك. طيب اللي كنا عايزين نشرحه كلمة dynamic binding. dynamic طبعا كلمة dynamic دايما بتريفير لأثناء الران تايم، أي حاجة dynamic يعني أثناء الران تايم. فهو البايندنج هنا عايز يقول لما أنا أشوف ميثود زي دي public static m بتاخد object من الكلاس اللي اسمه big object، يبقى قلنا دي ممكن تستقبل أي object من أي كلاس في الجافا، وبيلاقيها بتنادي عن الميثود اللي اسمها تو سترينج. ممكن لما ابص على الامبلمنتيشن بتاع الميثود ده اعرف التو سترينج دي انهي تو سترينج اللي هتتنادى. انا عندي في البروجرام دلوقتي ثلاثه تو سترينج، واحده في الستودنت، واحده في البيرسون، وواحده موجوده باي ديفولت في الكلاس اللي اسمه اوبجكت. التو سترينج دي انهي واحده؟ الاجابه ما اعرفش، انا لازم استنى للران تايم واشوف الكولينج بتاع الميثود دي اللي بتعمل له كولينج هي انهي اوبجكت من انهي تايب، فاقدر اعرف هو هينادي على انهي ميثود من انهي كلاس، هينادي على انهي ميثود فيهم موجوده في انهي كلاس. فالديناميك بايندنج ان انا عشان ابايند انهي اوبجكت بانهي ميثود بالظبط اللي هتتنادى، ده يعتمد على انت بعت لي اوبجكت من انهي كلاس. البروجرامنج ده اسمه جينيريك بروجرامنج، لان الكود ده الميثود اللي اسمها ام اللي قدامك دي هي ميثود شغاله لو بعت لها اي اوبجكت من اي كلاس، فده كود فيري جينيريك يشتغل مع اي. طبعا في الاكزامبل ده التو سترينج دي ميثود اصلا فيري فيري جنرال، انما احنا مثلا بعد كده لما ناخد بقى مثلا كلاس زي جيومتريك اوبجكت وفي مثلا جيت اريا مثلا يحسب الاريا، فتكتب جوه كده جيت دوت جيت، لو عملت اوبجكت من الكلاس اسمه جيومتريك اوبجكت اسمه اكس مثلا واكس دوت جيت اريا، يبقى الكود بتاعك ده جنرال هيشتغل لو بعت لي اوبجكت من اي كلاس من الكلاس ده او اي كلاس بينهرت منه زي سيركل او ريكتانجل اند وهكذا يعني. فهو عشان كده ده اسمه جينيريك بروجرامنج. اهو الدايناميك بايندنج، اهو لو عندك كلاس سي 1 بينهرت من كلاس سي 2 بينهرت من سي 3 لغايه اخر حاجه سي ان، طبعا اخر حاجه دي بتبقى هي الكلاس اللي اسمه اوبجكت. طبعا عاده الانهرتنس ده بيتعمل فيرتيكال كده، فاللي فوق خالص ده بيبقى السوبر سوبر كلاس اللي هو في الكيس بتاعتنا الكلاس اللي اسمه اوبجكت، ودايما بقدر اطلع من تحت لفوق مش العكس. فهنا بيقول لك if you create object من الكلاس اللي اسمه سي 1 اهو، لو الاو ده انستنس من الكلاس سي 1، فلما اجي فانا بيقول لك بالمنظر ده يبقى برضه انستنس من الكلاسز اللي فوق. طبعا if I call a method باستخدام الاوبجكت ده، احنا قلنا الاوبجكت ده او اوبجكت من الكلاس بتاع السي 1، فلما اكتب سي 1 دوت وكول ميثود معينه يروح يدور اول في الاول في الكلاس اللي اسمه سي 1 على الميثود دي، لقاها بينفذها ما لقاهاش يطلع للكلاس اللي بعديه، يدور على الميثود دي لقاها ينفذها ما لقاهاش يطلع للكلاس اللي فيه لغايه ما يوصل للاخر خالص. طبعا لو ما لقاهاش يدي سينتاكس في فرق بين الميثود ماتشنج والبايندنج. ميثود ماتشنج ده اللي هو انا عندي ميثود بتاخد اوبجكت من كلاس اسمه اوبجكت مثلا، انما البايندنج ده اللي هو انهي اوبجكت بالظبط اللي هيتبعت، ده اللي بيحصل اثناء الران تايم. ده الجينيريك بروجرامنج اللي قلنا عليه، اللي هو انك تعمل ميثود دايما تشتغل جنرال ومش محتاج تغير الكود بتاعها، ده معنى الجينيريك بروجرامنج. حتى لو في المستقبل زودت كلاسز جديده، في الاكزامبل بتاعنا لو انت عامل الميثود دي بتاخد اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت وبينادي على ميثود اسمها جيت اريا، في المستقبل لو زودنا كلاس جديد في الهاي وزن الهيراركال ده اسمه اليبس مثلا، ففي الحاله دي الكود مش لازم يتغير لانه دايما بياخد اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت. ممكن واحد تاني يسال طب افرض ان الكلاس الجديد اللي انا عملته اللي اسمه اليبس ما عملش امبلمنتيشن للميثود اللي اسمها جيت اريا، كده الكود ده مش هيشتغل. فالحل ازاي نجبر كل الكلاسز اللي هتنهرت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت انه لازم يعمل ميثودز معينه عشان الكود ده يبقى جينيريك، دي هنشوفها كمان شويه دلوقتي. انما المهم الجينيريك بروجرامنج انك تعمل كود دايما شغال ومش محتاج تغيره، حتى لو زودت كلاسز جديده
في المنظومه بتاعت الهيراركال دي. الكاستنج بقى لما انا وانا عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او، انا ممكن احط اوبجكت من اي كلاس في جافا زي الكلاس اللي اسمه ستودنت. الحقيقه هو في كاستنج بيتعمل هنا، بيتعمل تايب كاستنج من الكلاس اللي اسمه ستودنت للريفرنس اللي اسمه اوبجكت، لان طالما في علاقه انهيرتنس بينه. بس الكاستنج ده بيتم امبليسيتلي، مش لازم اكتبه صراحه. ده البوليمورفيزم اللي قلنا عليه. هاويفر بقى العكس ما ينفعش، العكس ما ينفعش. لو انا عملت ريفرنس لاوبجكت، عملت ريفرنس لاوبجكت من الكلاس اللي اسمه ستودنت، ممكن احط فيه اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت، الاجابه ما ينفعش، ما ينفعش انزل من فوق لتحت. ليه؟ لان الاوبجكت ده ممكن يبقى حاجات كتيره، فلازم لو عايز تعمله لازم تعمل اكسبليسيت كاستنج. عملت اوبجكت من سوبر كلاس عايز احطه في ريفرنس لكلاس سب كلاس، يبقى لازم اعمل اكسبليسيت تايب كاستنج بالمنظر ده. فالعكس ينفع، ولكن لازم يتعمل له اكسبليسيت تايب كاستنج. او لو عملت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه فروت، انا في الانهيرتنس هيراريكال كان عندي كلاس اسمه فروت، ده السوبر كلاس بينهرت منه اتنين كلاسز اللي هم الابل والاورنج. فلو عملت ريفرنس لكلاس اسمه الاكس دي، عباره عن ريفرنس لاوبجكت من كلاس ابل او اورنج، ما ينفعش احط فيه اوبجكت من الكلاس السوبر كلاس، انلس ان انا عملت اكسبليسيت تايب كاستنج بالمنظر ده. لان الفروت ممكن يكون اي حاجه، فانت هاف تو كونفيرم ان الفروت دي از ان ابل علشان احطه في هذا الريفرنس للكلاس اللي اسمه ابل. في كي وورد اسمها instance of، كلمة واحدة اسمه letter reserved word. ال instance of operator ده بيرجع لك يا true يا false. بحط على شماله، ده binary operator، بحط على شماله object وعلى يمينه class. بيبقى السؤال هل ال object ده instance من هذا ال class ولا لا؟ يعني مثلا أنا عملت هنا method، دي method قدامك. ال method دي بتستقبل object من ال class اللي اسمه اوبجكت ده. لازم قلنا الكود اللي في الميثود ده يبقى فيري جنرال ويشتغل مع اي كلاس. افرض ان انا عايز احط حته كده تشتغل لو كان الاوبجكت اللي جاي لي اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل، ما تشتغلش غير معاه بس. فممكن اسال السؤال ده، اف الاوبجكت اللي اسمه ماي اوبجكت ده انستنس اوف، كيورد انستنس اوف من الكلاس اللي اسمه سيركل، لو يس اعمل الكلام ده. بنعمل ليه الكلام ده؟ عشان في الكود اللي انت هتحطه في البادي بتاع الاف هقول الميثود بتاعت السيركل، واللي هي مش موجوده في بقيه الكلاس زي جيت دايمتر او جيت ريديوس مثلا. يعني كده الكود بتاعك ده يقدر يشتغل لو بعت له اي حاجه، لان انا لو بعت له اوبجكت من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل الكونديشن ده هيبقى فولس، فمش هيعمل ده، فالكود هيشتغل. هاويفر التايب ده من البروجرامينج ما هوش جينيريك بروجرامينج. طالما انت جيت في حته في الكود بقت تعمل حته سبيشال لو كان اوبجكت كلاس اللي اسمه سيركل، وعملت ايه في ستيتمنت ثانيه سبيشال للكلاس اللي اسمه ريكتانجل، ده معنى كده في المستقبل لو زودت كلاس اسمه اليبس لازم ادخل في الميثود دي في الكود ده واعمل الحته بتاعت الاليبس. كده الكود ما بقاش جينيريك. بس anyway هي دي تولز عندك برضو لو انت في الكود محتاج تعمل حاجه ضروري لكلاس معين ومش عايز تعمل حاجه، وعايز الميثود دي تستقبل اوبجكت من اي كلاس وزن الجيومتريك اوبجكت والسيركل والريكتانجل والكلام ده. اذا انستنس اوف ده اوبريتور، باينري اوبريتور بياخد اوبجكت انستنس اوف كلاس ويرجع لك ترو لو كان الاوبجكت ده انستنس من هذا الكلاس. في حد عنده سؤال؟ طب دكتور معلش، هو ممكن يسأل يقول هو instance of مثلا اللي هو الجيومتريكال شيب وتطلع صح ولا لا؟ يعني قصدي ان هو اي يعني اي 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 كلاس السيركل دي تكون معمول تكون سب كلاس ليها، ولا هو لازم بص دي تحط اي اوبجكت instance of اي كلاس،
لا انا مش في قصدي بينهم كده، علاقة قصدي انا انهيرتنس، ما فيش بينهم علاقة انهيرتنس، مش مهم. هي هترجع لك يا ترو يا فولس، ده سؤالك ان احنا ولا عملنا، حاجة تانية؟ لا لا انا قصدي ان احنا عملنا دلوقتي اوبجكت من الكلاس اللي اسمها سيركل، خلاص. فانا عايز اتست ده بقى. ده الاكزامبل اللي قدامك ماي. ماشي، انا بقى بقول لو انا كتبت في الاف ستيتمنت دي انستنس اوف الجيومتريكال شيب، يعني ما سالتش على السيركل دي، سالت على السوبر كلاس بتاعتها. يبقى ترجع فولس. يعني لازم على الكلاس اللي انا عملتها بالظبط الانستنس بالظبط اوف دي كده، تبقى بالظبط تمام. كده. هي الفكره في ايه؟ بص فوق كده معايا، ماي اوبجكت ده، ماي اوبجكت باي ديفينيشن هو ريفرنس من كلاس اللي اسمه اوبجكت اللي هو البيج اي. ده معناه ان انا ممكن احط فيه اي اوبجكت من اي كلاس. هو هنا انستنس اوف دي ما بتبصش ماي اوبجكت دي كان الديفينيشن بتاعها انها ريفرنس لانهي كلاس، هي بتبص، هو بيبص على انهي اوبجكت دلوقتي بالظبط. فلما حطيت فيه اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل، انستنس اوف دي هتروح تبص. ده بيشاور على مين؟ سيبك من الديفينيشن بتاعه كان ايه، هو دلوقتي بيشاور على ايه؟ بيشاور على اوبجكت من الكلاس سيركل، يبقى الانستنس اوف دي تدي ترو، اذروايز تدي فولس. تمام. احنا قلنا علاقة الانهيرتنس علاقة از ايه؟ طالما عرفت تحط تو كلاسز بينهم كلمة از ايه، يبقى دي علاقة انهيرتنس على طول. ان ابل از فروت، يبقى الفروت ده هو السوبر كلاس والابل ده هو السب كلاس. واحنا قلنا احنا انت ما بتعملش ديزاين، فانا اللي هقول لك مين بينهرت من مين وخلاص، انما مفيش مانع ان احنا نقول بعض مبادئ الديزاين من دلوقتي. انت بيجي لك باراجراف بتقعد تقرا كده وبتلاقي ان ان ابل اذا فروت، تبقى اذا فروت دي على طول علاقه انهيرتنس تبقى واضحه. يعني في اتنين از ايه، في از ايه قويه وفي از ايه مش قويه. احنا دلوقتي بنتكلم عن اللي هي يعني از ايه 100%، الابل 100% از فروت، فدي علاقة انهيرتنس كلاس من كلاس. ده الكلام اللي احنا هنقوله النهارده. المرة الجاية ان شاء الله هناخد علاقة يعني a sort of is a اللي هي علاقة لوز شوية، ما هياش العلاقة الكونكريت اللي هي زي ما موجودة قدامنا دي. فال is a دي علاقة ما بت يعني 100%، الابل is 100% فروت، ما ينفعش يبقى حاجة تانية، ما ينفعش يبقى جزء من كلاس تاني. مهم يعني كاستنج ديمو، عايز ايه هنا كاستنج ديمو؟ عايز ايه من ال كاستنج ديمو يا جماعة؟ كاستنج ديمو، كاستنج ديمو. ايه بيعمل ايه في كاستنج ديمو دي؟ هو برضو عامل ميثود اسمها display object، وبتاخد object من الكلاس اللي اسمه object. اذا هذه الميثود تقدر تاخد object من اي كلاس. هو باعت له وعمل create الاثنين object هنا في المين، واحد circle واحد rectangle، وكل الميثود دي ومره بعت لها دي ومره بعت لها دي، لازم الكود اللي جوه الميثود دي يبقى general يشتغل مع اي كلاس. بس لو انا عايز احط في الكود ده حته تشتغل بس لو كان المبعوث circle، خلاص هتقول له if الاوبجكت ده اللي مبعوث كان انستنس من الكلاس اللي اسمه سيركل، اعمل لي الكلام ده اللي هو كود خاص بالسيركل، فيه جيت اريا، فيه جيت دايمتر وهكذا. ولو كان اللي مبعوث ده انستنس من الكلاس اللي اسمه ريكتانجل، هيكود اللي موجود جوه ده كود سبيشال للريكتانجل اللي هو جيت اريا. طبعا لو كان باعت هنا اوبجكت من الكلاس، لو الميثود بتستقبل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت، فانت مش محتاج تحط الجيت اريا دي في سبيشال، لان الجيت اريا موجوده معاهم كلهم. بس هنا علشان البارامتر اللي مبعوت للفانكشن اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت، يبقى لازم يستقبل اي حاجه كده. بالمنظر ده الميثود دي لو زودت في المستقبل كلاسز جديده، الحقيقه المفروض تخش تغير في دي، تزود حاجات في الميثود دي يعني. فانيوي ده اكزامبل على الانستنس اوف اوبريتور.
دي ميثود موجودة في الكلاس اللي اسمه Object with Big O. ده قلنا ده كلاس السوبر خالص، السوبر السوبر يعني اللي فوق خالص، اللي فيه ان كل الكلاسز بتنهرت منه، وبالتالي هو فايدته ميثود فيري جنرال. ما خدناش غير اكزامبل واحد بس من هذه الميثود، وهي تو سترينج. انا دلوقتي هدي لك ميثود ثانيه موجوده، والمره الجايه ناخد حاجات ازيد برضه في الكلاس اللي اسمه اوبجكت، وهي ميثود اسمها ايكوالز. ده لما احب اكمبير ما بين اتنين اوبجكت وبعض. طب الامبلمنتيشن اللي موجود في الكلاس اللي اسمه اوبجكت عامل ايه؟ عامل انه مجرد بيكمبير هل الادرس بتاعهم زي بعض ولا لا. يعني ده الحاجه العامه خالص. يعني انت عارف لما اعمل مثلا اوبجكت من كلاس اسمه، من الكلاس اللي اسمه سيركل، هعمل منه اتنين اوبجكت C1 وC2. لو جيت قلت له اف C1 ايكوال ايكوال C2 هيعمل ايه؟ هيكمبير الادرس بتاع الاثنين اوبجكت دول، وان الاثنين اوبجكت دول اثنين اوبجكت مختلفين في الميموري، فاكيد النتيجه اللي هتطلع هتبقى فولس. وانا خدناها في السترينج دي على فكره ايكوال ايكوال، احنا عاملين اثنين اوبجكت من الكلاس، كان في ثلاثه اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سترينج S1 وS2 وS3، وكنت استخدمتها ال S1 ايكوال ايكوال S2 وS1 ايكوال ايكوال S3، وهنا شرحنا الانترنت بتاع السترينج. فاحنا خدنا لما اكتب له اوبجكت ايكوال ايكوال اوبجكت تاني، هو بيكمبير الادرس بتاعهم موجود ولا لا. وغالبا انت مش عايز كده، انت غالبا بتبقى عايز تكمبير الكونتنت زي بعض ولا لا. فالديفولت امبلمنتيشن اللي موجود في الميثود اللي اسمها ايكوالز، اللي موجود في السوبر سوبر كلاس اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او، كل اللي بيعمله انه بيكمبير الادرس ما بين الكلاس اللي بينادي على ايكوالز والكلاس اللي مبعوث، سوري، الاوبجكت اللي بينادي على ايكوالز والاوبجكت اللي مبعوث للميثود. ذيس ايكوال ايكوال او، يعني بيكمبير الادرس بتاعهم زي بعض ولا لا. انت بقى لما تعمل كلاس جديد اسمه سيركل، يا ريت اوفرلود الميثود اللي اسمها ايكوالز. ليه؟ عشان طبعا ايكوالز دي بترجع بولين، يا ترو يا فولس دايما. عشان ترجع لك ترو لو كانوا مثلا ليهم نفس الريديوس او نفس الاريا او نفس البريم وات ايفر. فهو هنا بيعمل كده، بي اوفر رايد الميثود اللي اسمها ايكوالز. بس خلي بالك لازم تكون نفس البارامتر. ايكوالز اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت بتاخد اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت، فعشان اوفر رايد لازم تاخد نفس البارامتر بنفس التايب. فاللي هيعمله انه هيعملها كده. طب هيخش جوه بقى في الكود يعمل ايه؟ اولا لازم تبقى الاوبجكت اللي مبعوث ده انستنس من الكلاس اللي اسمه سيركل، اذروايز هتبقى تو كلاسز مختلفين فيريترن فولس. طب لو كان الـ O دي instance من الكلاس اللي اسمه سيركل، اعمل بقى الشغلانه اللي انت عايز تعملها اللي هي ايه؟ ارجع ترو لو كان الريديوس هو نفسه الريديوس بتاع الاوبجكت اللي مبعوث لهذه الميثود. فده غالبا الامبلمنتيشن الجديد اللي انت عايزه، ان هو يكمبير الاثنين سيركل يبقى زي بعض لو كان ليهم نفس الريديوس. كده لو انا عندي اثنين اوبجكت من نفس الكلاس C1 وC2، لو قلت له C1 equal equal C2 still هيبص على هل الاثنين اوبجكت دول ليهم نفس الادرس في الميموري ولا لا. انما لو قلت له C1 dot equals افتح قوس C2 واقفل القوس، معناها انه هينكون الميثود دي اللي انت هتعملها غالبا عشان بيقارن الكونتنتس بتاعه التو اوبجكت هي نفس الحاجه ولا لا. في حاله السيركل هل ليهم نفس الريديوس ولا لا. في حد سؤال دكتور؟ معلش يا دكتور، ما فهمتش حته يعني في قوسين جواهم سيركل وجواهم وبعدين او، ما فهمتش حته دي. انا مش اصلا عشان تقول انك مش فاهمها، انا اصلا ما قلتهاش. طيب هو او ده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت اللي ما فيهوش ريدس، فلازم اعمل اكسبليسيت تايب كاستنج. ده تايب كاست للاوبجكت اللي اسمه او عشان اعرف اكسس الريديوس بتاعته. طبعا خلي بالكوا الريديوس في الكلاس ده كانت برايفت، فكنت بقول الميثود اللي اسمها جيت ريديوس، انما لما بيعملها دوت ريديوس يبقى ريديوس هنا بابليك. ده مش موضوعنا دلوقتي، بس يعني ايه، مش هي دي القضيه دلوقتي.
القضيه اللي بيسلم لكم بيقولها ليه ما كتبناش او دوت ريدياس؟ لان الاو ده اوبجكت، انت باي ديفينيشن كده الاو ده اوبجكت، ان الكلاس اللي اسمه اوبجكت ده ما فيهوش ريدياس. هتقول لا، ما انا هعمل لك، هبعت لك بعد كده اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل. اقول لك ماشي، بس في الحاله دي لازم تعمل اكسبليسيت تايب كاست. اهو الاو ده اعمل له تايب كاست للكلاس اللي اسمه سيركل، وهو الاو ده دايما انا هعرف اعمل له تايب كاست بسيركل. لا طبعا لازم لو انت باعت له اوبجكت لازم يكون في الهيراركال بتاع الانهيرتنس، هيراركال بتاع الجيومتريك شيب والاوبجكت والسيركل والحاجات دي. طب افرض كان الاوبجكت اللي مبعوت مش سيركل، التايب كاست ده هيفشل وهيدي ايرور، بس ما فيش مشكله لان الكود ده موجود جوه الاف ستيتمنت اللي انا باكد عليه ان الاو ده انستنس من الكلاس اللي اسمه سيركل، فالتايب كاست ده هيشتغل ما فيش مشكله. يبقى انا عملت تايب كاست ان الاوبجكت اللي جاي لي او ده عباره عن اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل، وبالمنظر ده انا اي كان كول جيت ريدياس او اكسس الريدياس او كده. الحاجة بقى المهمة كمان ان القوسين دول، في قوسين اللي حوالين السيركل ده بتوع التايب كاست، في قوسين كمان، انا بتهيالي ان القوسين دول لازم يتحطوا، لو ما اتحطوش يدوا ايرور. من فضلكم جربوا الكلام ده على النت بينز بعد كده. طب بس انا دكتور معلش، انا بتهيالي هسأل سؤال. هو مش لو هي لو عدت من لو الاو دي عدت من الاف ستيتمنت طلع ترو، فده معناه ان هو خلاص سيركل، فمش لازم اعمل الكاستنج ده يعني تشتغل. قصدي انا مجربتش، بس انا شايف ان هو طالما عدت من التيست بتاع الاف دي، فهي الاو دي هي سيركل، ف او دوت او دوت ريديس على طول هت اكسس البارامتر او انا اقول برضو ما تشتغلش. طب ليه؟ انا برضو اقول ما تشتغلش لان الاو ده باي ديفينيشن اللي انت بتتكلم عليه ده دايناميك بايندنج اثناء الران تايم، انما الكومبايلر ملوش دعوه الكومبايلر هو بيكومبايل. اصل احنا عاملين نقول تدي ايرور، تدي ايرور انهي ايرور، سينتاكس ايرور ولا ران تايم ايرور؟ انا بقول تدي سينتاكس ايرور من الاول خالص، لان لان ايه دكتور، هو حضرتك قصدك ان في الاكزامبل ده ان الاو اصلا مش انستنس اوف السيركل؟ لا، لو الاو مش انا ما بق... لو مش انستنس من السيركل مش هيخش في الكود ده، فدي مش مشكله. ما هو بالظبط، ما هو لو الاو بقى انستنت من السيركل اصلا وهي اصلا اوريدي جواها، طب ليه ما تاكسسش الراديوس؟ يعني ليه اكتب سيركل نفسها؟ انتوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ احنا او انا جيت في الكلاس بتاعنا ده، الكلاس اللي هو اسمه سيركل فروم جيومتريك اوبجكت اللي بيكستند الجيومتريك اوبجكت، وجيت هنا قمت عامل اوفررايد لايكوالز وعملت الكلام اللي موجود اهو، الكلام ده شغال، الكلام ده شغال اهو، مفيش سنتكس ايرور اهو. لو في سنتكس كان علمني بالله. ده الكلام اللي هو عمل للاو ده الاول، انا بيساب الاوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت، و ده الكود اللي موجود في السلايد ده شغال ما فيهوش سينتاكس ايرور. اللي انتوا عايزين بقى تعملوه ان انتوا تعملوا الكود ده،
اكومنت انا ده وانت عايز ده كده اهو، بس هقول له او دوت على طول من غير تايب كاست اهو، او دوت على طول radius. كان ده ده سينتاكس ايرور. السينتاكس ايرور بيقول can't find symbol radius من variable من type object. انت معرف الـ O ده هو object، انا مش شايف فيه اللي جواه radius. الـ O ده object من الكلاس اللي اسمه object اللي فوق، ما ينفعش انزل باي ديفولت، انا اطلع باي ديفولت. فاكرين الكلام اللي قلناه في الاول سلايدز خالص في الانيرتنس، ان في اليوم اللي ده بتاع دايجرام كان فيه علامه الانيرتنس سهم طالع لفوق، لان الطلع لفوق ده سهل، انما النزول لتحت لا مش سهل، الطلوع من تحت لفوق سهل، لان السيركل دي جيومتريك اوبجكت، كل السيركلز جيومتريك اوبجكت، كل الريكتانجل جيومتريك اوبجكت، فتطلع من تحت لفوق ده امره سهل. العكس لا، لو انا قلت لك if you have a geometric object can you calculate the radius، الاجابه لا، ما هو الجيومتريك اوبجكت ممكن يبقى اي حاجه، فانا لازم اكد لك الاول، انا اكد لك ان الجيومتريك اوبجكت اللي هديهولك ده is a circle. خلاص انا اكدت لك اكسبليسيت، ده الاكسبليسيت تايب كاستنج. بعد ما عملت الاكسبليسيتلي ممكن اقول لك بعدها جيت الريديوس، ما اعرفش اعمل جيت الدايمتر، اعمل حاجه خاصه بالسيركل. فده اللي بيعمله اللي قدامك ده از سينتاكس ايرور، لان الاوبجكت دي الاو اوبجكت من الكلاس اللي اسمه اوبجكت، ممكن ياخد اي حاجه. فانت في الحاجه الثانيه اللي مكتوبه دي اللي كانت شغاله صح في السلايدز، انا باكد لك ان الاو ده هعمل له تايب كاست لجيومتريك اوبجكت، وفي الحاله دي ممكن لما اكتب دوت استخدم اي حاجه موجوده في السيركل، جيت ريديوس، جيت حاجات زي كده. فهمت ولا فهمتوش؟ تمام يا دكتور. متاكد؟ وانا فهمت، علشان بس حضرتك اول جمله اصلا قلتها اللي هو ان الريديوس ده مش موجود في الكلاس بتاع ال الاوبجكت، فمش مش هيلاقيه اصلا، فهي دي الجمله اللي فهمتها. طيب في حاجه تانية بقى محدش سالها ومحدش خد بالها منها، والقوس التاني ده، القوس اللي بالاصفر ده، هل لو شلته فيه مشكله؟ اه في مشكله، وده سينتاكس ايرور. اه يعني كنت متخيل برضه ممكن ما ايه ده سينتاكس ايرور. ايه السينتاكس ايرور؟ لما احرك الماوس واقف عليه وتقرا السينتاكس ايرور، لما شلنا القوس اللي قبل اللي شلنا البراكت اللي كان بيجمع كل ده مع بعضه، ايه ده سينتاكس ايرور؟ انا كده مش بكاست اوبجكت، انا بكاست راديوس اللي هو ما هو. بص المشكله مش في الكاستنج خالص، لان الكاستنج دايما ابلايد على اللي بعده، فدي مش مشكلة كاستنج، الكاستنج هنا هيتم على اللي بعده اللي هو الـ O، فدي مش مشكلة. إنما هي المشكلة الحقيقة إن أنت عندك حاجتين هنا، الكاستنج والدوت، مين بيتم قبل مين؟ في عمليتين هنا بيتموا، التايب كاستنج وده مش مشكلة لأن ده أبلايد على اللي بعده، وفي الدوت مين بيتعمل قبل مين؟ هو لما كان كده ده الكود الصح اللي كان موجود في السلايد واللي شغال قدامك صح من غير سينتاكس ايرور، التايب كاستنج كان ابلايد على الاو لان الدوت بيتعمل قبله. الدوت ده ليه بريورتي اعلى من التايب كاست، فلما انا عملت كده الدوت هتتعمل الاول اللي هي اودوت ريديوس، as if ان في قوسين كده، ده الديفولت يا جماعه اللي هيتعمل. اودوت ريديوس بتنفع لان برضو الاو لازم ما اعرفش والتايب كاستنج ابلايد على القوس اللي بعده. وانا تعالوا نبص على السنتكس المكتوب ايه، بيقول لك ايه بادو براند تايب فور ما اعرفش ايه دبل السكند تايب ده، وبعدين عمل التايب. انا مش عايز كده، انا عايز يعمل التايب كاستنج الاول، وبالتالي القوسين اللي كانوا محطوطين عندك في السلايدز دول اساسيين كده. انت بتقول له اعمل لي التايب كاستنج الاول على الاو، وبعد كده النتيجه اعملها دوت ريديوس.
في حد فهم حاجة؟ تمام يا دكتور. في واحد فهمه. طيب ال ايكوال ايكوال دي احنا خدناها خلاص. لما عندك اتنين اوبجكت من الكلاس اللي اسمه سيركل سي 1 وسي 2 وله سي 1 ايكوال ايكوال سي 2، احنا عرفنا دي معناها ايه. معناها ان بيكمبير هل الاتنين اوبجكت دول ليهم نفس الادرس في الميموري ولا لا. فغالبا لان هم دول تو اوبجكت مختلفين كرييتد بنيو اوبريتورز، في كل واحد ليهم مكان مختلف في الميموري، فسي 1 ايكوال ايكوال سي 2 هترجع لك فولس. انما الميثود اللي اسمها ايكوالز دي انت عاملها علشان غالبا انت ممكن برضو تخليها جوه في الامبلمنتيشن بتاعها تعمل ايكوال ايكوال للادرسيز برضو، بس كده ملهاش لازمه. غالبا بتنوي بتبقى انت عايز تكمبير ان التو اوبجكت ليهم نفس الكونتنتس. لو ريكتانجل ليهم نفس الويدث والهايت، لو سيركل ليهم نفس الريديوس. فانت بقى تو اوفر رايد الميثود اللي اسمها ايكوالز وتحط فيها الكومباريزون اللي انت عايزها. ودايما لما تيجي تكمبير الاوبجكت تستخدم الايكوالز دي. عايز اعمل سورتنج للسيركلز من الصغير للكبير تستخدم ايكوالز، ما تستخدمش ايكوال ايكوال، بس تكون عامل اوفر رايد للميثود اللي اسمها ايكوال في الكلاس بتاعك. لان انت لو مش عامل لها اوفر رايد هيطلع يقول الايكوالز اللي موجوده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت اللي هي بتكمبير الاثنين ادريسز ببعض. فكده في الكلاس اللي اسمه اوبجكت خدنا ميثودز تو سترينج وخدنا ايكوالز، ممكن المره الجايه ناخد كومبارابل وكلونابل، ممكن ناخد كذا كام ميثود كمان كده. اخر اخر دكتور هو النت بيمز هو اللي ظاهر مش السلايد برضه. سلام عليكم. عموما ما خسرتوش كتير عشان ده كان فيها شويه كلام وده اللي انا شرحته، فدي ما فيش فيها. طبعا بيقول لك ان الايكوال ايكوال دي مور سترونجر، لان هو كده مور سترونجر زي الايكوالز اللي انت عاده عايز تعملها، لانه بيكمبير الاثنين زي بعض بالظبط. زي ما اجي مثلا واحد اقول له مثلا هل محمد علي فهمي مثلا، واثنين اوبجكت النيم اللي فيهم بتاع بيرسونز محمد علي فهمي، فلما يقول اثنين نفس الاسم خلاص بعتبرهم نفس الشخص. انما ايكوال ايكوال دي معناها هما الاثنين نفس الاوبجكت بالظبط، مش اثنين ليهم اسماء متشابهه. المهم اخر موديفاير هناخده هو بروتكتد. احنا خدنا البرايفت وخدنا البابليك وخدنا الديفولت اللي هو انا مش كاتب حاجه. اخر حاجه هحطها دلوقتي هي البروتكتد، ولازم تميك جيس طبعا ان البروتكتد ليها علاقه بالانهيرتنس، امال احنا اخرناها ليه لغايه دلوقتي. فالبرايفت دي فيري ستريكت، برايفت يعني برايفت ما تستخدمهاش غير جوه الكلاس، برايفت داتا ممبر او درايف او برايفت ميثود ما تستخدمهاش غير جوه الكلاس اللي فيه البرايفت ممبر ده. يعني البابليك بابليك كل الناس تستخدمه. طبعا كل الناس يعني كل الكلاسز يعني. طبعا احنا عايزين نفرق هل انت جوه الكلاس جوه نفس الكلاس اللي بتعرف فيه الحاجات البرايفت والبابليك ولا لا، هل انت بره كلاس تاني. طب هل الكلاس التاني ده جوه نفس الباكج بتاعت الكلاس الاولاني ولا مش جوه نفس الباكج. ده الكلام القديم. الكلام الجديد دلوقتي، هل الكلاس التاني بينهرت من الكلاس هل الكلاس التاني ده بينهرت من الكلاس الاولاني ولا لا، ولو الكلاس ده التاني بينهرت هل هو واقع في نفس الباكج ولا لا. هنا يجي بقى الدور بتاع البروتكتد. بروتكتد دي زي ما انت شايف في السكيل بتاع الفيزابيليتي او الاكسسبيليتي واقع ما بين البرايفت والبابليك، لان البروتكتد الحقيقه بتشتغل في بعض الحالات از برايفت وبتشتغل في حاجات ثانيه از بابليك. تعال نشوف الفرق بينهم كلهم. هو ده الليفل الحقيقه. الصوره دي كويسه عشان تديك التدرج في الاكسسبيليتي. جوه نفس الكلاس كل حاجه متاحه ليك، كل الحاجات البابليك والبروتكتد والبرايفت. بره خالص بره الكلاس وبره الباكج وبره الانهيرتنس ما عندكش اكسس غير على البابليك بس. جوه نفس الاثنين كلاسز في نفس الباكج ليه اكسس لكل حاجه ما عدا البرايفت. السب كلاس ده يفرق هل هو في نفس الباكج ولا لا. فتعالى ناخد احسن السلايد دي. السلايد دي بتدي لك كل الاوبشنز اللي انت عايزها. عندك باكج اسمها بي 1 وباكج اسمها بي 2. عندك كلاس اسمه سي 1 هو ده اللي فيه الاربعه ممبرز، اكس ده بابليك، واي بروتكتد، زد ده مش كاتب حاجه ده الديفولت، والواي ده برايفت.
والمفروض يكون عندك اربع حاجات للميثودز، بس هو عشان ما يكبرش السلايد خلاها واحده بس بروتكتد وخلاص، ميثود اسمها ام. طب ايه بقى كل الكلاسز اللي في الدنيا من سي 2 لغايه سي 5؟ سي 2 ده في نفس الباكج بتاعت السي 1، وكلاس ثاني ما فيش بينهم علاقه انهيرتنس. السي 3 في نفس الباكج بتاعت السي 1 وبي انهيرت السي 1. بره الباكج عندك اتنين كلاس، كلاس سي 5 ده ملوش علاقه بالسي 1، لا بي انهيرت ولا حاجه، وعندك كلاس اسمه ثاني سي 4 هو بره الباكج بس بي انهيرت الكلاس اللي اسمه سي 1. شوف البابليك اكس ده، اكس ده اكسسبل في كل حته اهو، كان اكسس اكس، كان اكسس الاكس، كان اكسس الاكس، كان اكسس الاكس. طبعا لو في علاقه انهيرتنس ممكن اقول له اكسس الاكس على طول، لو ما فيش علاقة inheritance I have to create object الأول وأقول له الأوبجكت دوت إكس. إنما لو في علاقة inheritance ما هو بينهيرت الداتا ممبرز فبينهيرت الإكس، فمش محتاجة create object. البرايفت طبعا مالكش أكسس عليه في أي حتة غير جوه السي 1، مالكش أكسس لليو هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. protected بقى حاجة بقى في النص ما بين الاتنين. البروتكتد ده تقدر تعتبرها public لكل حاجة جوه نفس الباكج. الباكج دي فيها سي 2 فيها سي 3، السي 2 ما بيعملش انهيرت للسي 1 والسي 3 بيعمل انهيرت، مش مهم، الاثنين ليهم اكسس للواي. انما بره الباكج لو في علاقه انهيرتنس ليه اكسس للبروتكت، ما كانش يبقى ملوش علاقه. فبره الباكج البروتكتد ده بابليك لو في علاقه انهيرتنس، وبرايفت لو ليه علاقه لو ما فيش علاقه انهيرتنس. السي 4 بينهيرت من السي 1 يبقى كان اكسس البروتكتد ممبر واي. السي 5 مش بيعمل انهيرتنس فلما كريت اوبجكت ما اقدرش اكسس الواي. الديفولت لو انا مش كاتب اي حاجه، لو انا مش كاتب اي حاجه الديفولت ده زيه زي البروتكتد للكلاسز اللي جوه الباكج. ويعتبر برايفت للكلاسز اللي بره الباكج اهو، مش هقدرش اكسس الزد، ما اقدرش اكسس الزد. فالسلايد دي هي اللي لازم تبقى حافظها تمام عشان تعرف مين اللي اكسس لمين. ماشي ولا ايه؟ ماشي ولا ايه يا حضرات؟ العدد بيقل على فكره، في ناس بتجيف اب. السب كلاس يا جماعه ما ينفعش يضعف الاكسسبيليتي. يعني لو عندك سب كلاس بي اوفر رايد بروتكتد ميثود، كانت يعني عندك حاجه ميثود في السوبر كلاس كانت بروتكتد، ممكن تغيرها تخليها بابليك. يعني في السكيل ده ينفع اطلع لقدام من الشمال لليمين، ما ينفعش ارجع لورا، وانا بانهيرت من السب كلاس بينهيرت حاجه في السب كلاس من السوبر كلاس. حاجه كانت في السوبر كلاس بروتكتد ممكن اعملها بابليك، انما ال انما العكس لا. لو السب كلاس كانت ويكن الاكسسبيليتي، فور اكزامبل لو عندك ميثود كانت بابليك في السوبر كلاس ما ينفعش اتماس، لازم تبقى بابليك، ما ينفعش اخليها بروتكتد ولا برايفت. اخر حاجه خالص في السلايدز دي الكي وورد اللي اسمها فاينل، احنا خدناها فاينل دي كي وورد سمول ليتر ريزيرفد وورد، خدناها لما كان في فاريبل قلت له فاينل انتجر اكس ايكوال كذا اصبح الاكس ده كونستنت، اعمل له انشاليزيشن مره واحده وما ينفعش اغيره. دي خدناها. في حتتين اخدهم دكتور. تاني دلوقتي. نعم انا عندي سؤال في السلايد اللي قبليها. اتفضل. هو مثلا دلوقتي مثلا انا عندي كلاس بتعمل انهيرت من السوبر كلاس، بس هما في باكج مختلفه، فمعنى كده لازم اكسبلسيتلي اعمل اكتب ان هي بابليك، عشان هي لو ما كتبتش بابليك هتبقى ديفولت اللي هي برايفت. مظبوط كده؟ ارجع تاني للسلايد دي، ما ده الديفولت اهو. بابليك هي بابليك في كل الدنيا، انهيرتنس مش انهيرتنس، باكج مش باكج، هي بابليك اكسسبل. انما انت بتتكلم على الانتجر زد دي اللي مش مكتوب جنبها حاجه، اللي مش مكتوب جنبها حاجه دي تعتبر بابليك للكلاسز اللي جوه الباكج اهو، كان اكسس الزد، كان اكسس الزد. فلو انت ما كتبتش حاجه يبقى جوه الباكج دي تعتبر بابليك. بره الباكج
تعتبر برايفت سواء في علاقه انهيرتنس ولا ما فيش. اهو الزد دي ما تنفعش تاكسس هنا وما ينفعش تاكسس هنا. يبقى الخلاصه الديفولت لو انا مش كاتب اي حاجه من البرايفت والبابليك والبروتكتد تبقى بابليك لكل الكلاسز وزن نفس الباكج، وتبقى برايفت للكلاسز اللي بره الباكج. قصدي في السلايد اللي بعد دي، اللي بعد دي بيتكلم عن الانهيرتنس فقط على فكره. ايوه ماشي. مثلا انا عملت اللي عملت عايز اغير في الاماتي. مثلا انا عملت في الشايلد كلاس بس هي كانت باكج ثانيه، فلازم اكتب بابليك بقى لو هي كانت بابليك في هو هنا ما بيتكلمش خالص على ال على الباكج، لان هو اتكلم على الباكج دي هنا قبل كده. فلو انت مش كاتب حاجه وجوه نفس جوه نفس الباكج بقت بابليك، لو انت مش كاتب حاجه وبره الباكج تبقى ومش كاتب تبقى برايفت. يبقى انا كده عملت ويكند للاكسسبيلتي لو هي كانت بابليك. لا لا، احنا بنتكلم على تايب معين موجود في السوبر كلاس، و خلي بالك الداتا ممبر ما بتتكررش. يعني لما تبقى عندك انتجر اكس مثلا داتا ممبر في السوبر كلاس ما بتجيش في السب كلاس تقول له انتجر اكس. انا هنا بتكلم على الميثود، هي الميثود زي هي اللي ممكن تتكرر تبقى اوفر رايت. فالكلام ميك سنس على الميثودز مش على الداتا ممبر. الداتا ممبر ما ينفعش تكرر داتا ممبر بنفس الاسم مره ثانيه في السب كلاس. ولا ينفع؟ والله مش متاكد من دي يا جماعه، مش متاكد من دي. ثانيه واحده يعني ورانا ايه اهو. جيومتريك اوبجكت كان في حاجه اسمها برايفت ممبر فيلد، هاخده واحطه في الكلاس اللي اسمه سيركل. ممكن بس دكتور الشير بس مش مهم، انا بجرب ليه؟ انا اللي عايز اعرف مش عايز اوريكم. احنا كنا بنشوف الداتا ممبر، جيت في السيركل واستخدمت الداتا ممبر كان موجود في السوبر كلاس السيمبل جيومتري. ده سيمبل جيومتريك اوبجكت. طب وماله؟ طب ما السيمبل جيومتريك اوبجكت فيه برضه اهو. السيمبل جيومتريك اوبجكت في داتا ممبر اسمه فيلد، قمت انا جاي دلوقتي في السيركل ده قمت عامل واحد تاني اسمه فيلد، ما ادانيش سينتاكس ايرور. طبعا هو مدي هنا ورننج ان انا ما استخدمتوش في كلاس، مش مهم، انما ما ادانيش سينتاكس ايرور. فانا لما قلت لك لو في داتا ممبر موجوده في السوبر كلاس المفروض ما تتكررش، والله ده ميك سنس على اعتبار ان هو بينهرت الداتا دي. طب لو حطيت داتا ممبر بنفس الاسم خلاص، يبقى الداتا ممبر ده موجود في السب كلاس الجديد، وكده انت ما مالكش دعوه باللي موجود في السوبر كلاس unless ان انت كتبت سوبر دوت فيلد. يعني ممكن اجي هنا ينفع اكتب كده لو قلت له مثلا فيلد ده دوت ترو مثلا، اهو شغال زي الفل اهو، وده المفروض يختفي بقى. الله، فيلد از نوت يوزد. ليه؟ اهو يوزد اهو، مش يوزد اهو، ليه لسه مدي ورنينج؟ بس anyway، انما لو جيت قلت له هنا سوبر دوت هو ده سنتكس عشان برايفت، مش كده؟ عشان برايفت مش اكتر، انما عشان فوق برايفت. فاني واي ارجع تاني الخاص بالكلام ده. بس هنا في السلايد دي كان بيتكلم على الميثود، لان الداتا ممبرز انت ما بتسميهاش مره ثانيه في السب كلاس، ولو سميتها مره ثانيه بيبقى ملوش علاقه باللي موجود في السوبر كلاس. هنا بيتكلم على الميثودز. عندي ميثود، لانك لو عملت ميثود جديده في السب كلاس خلاص دي ميثود جديده مالناش دعوه. انا بتكلم هنا ان انا باوفر رايد ميثود كانت موجوده في السوبر كلاس وعملت لها اوفر رايد في السب كلاس. وانا بعمل لها اوفر رايد لو استخدمت نفس الموديفاير، طبعا برايفت ما ينفعش، لان لو برايفت ما ينفعش اعمل اوفر رايد. انما لو كانت بابليك ولا بروتكتد، لو هي بابليك فوق وعملتها بابليك تحت خلاص، بروتكتد فوق وبروتكتد تحت خلاص، ده الشيء اللي ممكن يبقى طبيعي. انما هو هنا بيتكلم في السلايد دي لو انا عايز اغير بقى، عايز اعمل اوفر رايد لميثود كانت بروتكتد، ينفع اغيرها تحت واخليها بابليك؟ الاجابه ينفع. طب العكس لو هي كانت بابليك في الـ في الـ في الـ في السوبر
ينفع اعملها بروتكتد في السب كلاس؟ الاجابه ما ينفعش. يو كانت السب كلاس يو كانت ويكن الاكسسبيليتي، ما ينفعش تقلل الاكسسبيليتي. كل حاجه بقول لك عليها ينفع وما ينفعش المفروض بيبقى لها ضروره، يعني في الديزاين كده. لو انا عملت كلاس وعملت ميثود اسمها وعملتها بابليك، تيجي انت في الكلاس اللي بعده اللي هو السب كلاس اللي بعده تستخدم نفس الموديفاير او اكبر منه، فالبابليك ما ينفعش يبقى بروتكتد بعد كده. خلي بالك ده مختلف عن ان انت تاوفررايد الميثود وتعمل امبلمنتيشن وتسيبه فاضي، لان بالمنظر ده انت حجبت الميثود، نفس الميثود اللي موجود. ده موضوع تاني، انا بتكلم هنا على الموديفاير بابليك وبرايفت والحاجات دي. حاجه خالص الفاينل، قلنا الفاينل استخدمناه قبل كده مع الفاريبل عشان انا عايز اخليه كونستنت. اقول له فاينل انتجر اكس ايكوال 5 انيشاليز الاكس في 5 وتبقى كونستنت ما ينفعش تتغير. انا هنا هدي استخدامين اتنين زياده على الفاينل بالاضافه للفاينل اللي انا لسه قايلها دي، ان انا ممكن اجي قبل اي كلاس. احنا كل الكلاسز اللي خدناها كنا بنكتب بابليك كلاس سيركل، بابليك كلاس ستودنت لو تاخد بالك يعني. طب هي البابليك دي لو انا حطيت قبلها فاينل قلت له فاينل كلاس بدل بابليك حطيت فاينل، فاينل كلاس كذا يفرق في ايه بقى؟ يفرق ان الكلاس ده بقى فاينل، فاينل ان ويتش سنس ان انا ما ينفعش انهيرت منه اني مور. طب ايه الاكزامبل على كده؟ اهو لو قلت له فاينل كلاس ماس مثلا، يبقى انا كده بمنع ان اي حد يكستند لهذا الكلاس، اي حد ينهيرت هذا الكلاس. ليه؟ بعمل حاجه زي كده عشان ما حدش يغير لي المزه في سكوير روت وفي ساين وفي كوزاين وفي الحاجات دي. انا مش عايز حد في المستقبل يعمل لي كلاس جديد ينهرت من هذا الكلاس ويغير في البيهيفير بتاع الساين والكوزاين. الساين والكوزاين والتان والسكوير روت والباور، الحاجات دي حاجات ثابته ما بتتغيرش. فده اكزامبل انك تخلي الكلاس فاينل وتمنع اي حد ان ينهرت منه بعد كده. دي الفاينل بتاعه الفاريبل كده بقى كونستنت البي اي حتى تعمله كله كابت. في فاينل لو جيت قبل الميثود وكتبت فاينل معنى كده ان انت ما ينفعش تعمل لها اوفر رايد. خلي بالك قبل كده قلت لك قبل كده انت وانت بتعمل الديزاين انت بتعمل الكلاسز. في المستقبل انت لسه مش عارف مين من الديفلوبر هياخد الكلاس ده وينهرت ويزود عليه حاجات وحاجات زي كده. فانت احيانا بتبقى عايز تقفل على الناس اللي جايين بعد كده. فالميثود اللي هتعملها في الكلاس بتاعك فاينل تيجي قبلها تحط كلمه فاينل كده انت خلاص انت قفلت على الناس بتوعك، محدش بعد كده هينهرت من هذا الكلاس ويقدر يعمل لها اوفر رايد. لو حد جه في المستقبل عمل انهرت من الكلاس بتاعك وكان محتاج يوفر رايد الميثود دي هيديله سينتاكس ايرور. فنقعد نفكر بقى هو الراجل بتاع الكلاس الجديد ده فعلا ما كانش المفروض يوفر رايد، ولا انت بتاع السوبر كلاس غلطت لما عملتها فاينل؟ ممكن تريفاكتور يعني تغير في الديزاين فتشيل الفاينل دي اللي كانت موجوده وهكذا. انما المهم ان في سينتاكس ايرور هيطلع يخلي الناس تفكر كان المفروض يحط فاينل ولا ما يحطش. حد عنده سؤال؟ لسه في حد معايا ولا لسه في حد؟ في حد عنده سؤال يا جماعه؟ طيب احنا خلصنا كده. الخبر الكويس ان احنا خلصنا خلاص السلايدز دي، الخبر الوحش ان احنا نبدا في سلايدز جديده. احنا خلصنا شابتر 11، شابتر 12 بيتكلم على معرفش ايفنت هاندلنج، معرفش حشره في النص ليه، مش قضيتنا، انما ده اخر سلايدز موجوده او اخر شابتر بيتكلم على الاوبجكت اورينتد بروجرامينج والابستراكت كلاس والانترفيسز. النهارده هنتكلم على الابستراكت كلاس دي حته صغيره، وبعدين نتكلم على الانترفيسز ونقفل بيها بعد كده. الكلاس لما بتعمله بتعمله عشان تكريت اوبجكتس منه، بس احيانا انت بتعمل كلاس مش عشان تكريت اوبجكت منه، انت بتعمله عشان يبقى سوبر كلاس كده الناس تنهرت منه بعد كده. طب وهنستفيد ايه من كده؟ نستفيد ان احنا بنوحد الانترفيسز مع الكلاسز اللي جايه في الانهرتنس هيراركال بعد كده. خلي بالك انا قلت كلمه انترفيس
فالابستراكت اوف اسورت اوف انترفيس، انما الانترفيس اللي هي الانترفيس دي از ا بيور انترفيس. فانيوي مالناش دعوه بالانترفيس دي، خلينا في الابستراكت كلاس. فالابستراكت كلاس هو الكلاس، طبعا هو كده في نوعين، في ابستراكت كلاس ومش ابستراكت كلاس. اللي مش ابستراكت كلاس ده بنقول عليه كونكريت كلاس، يبقى في ابستراكت كلاس وكونكريت كلاس. كل الكلاسز اللي خدناها قبل كده كانت كونكريت كلاس، يو كان كرييت اوبجكت منه. هذا الكلاس اللي بنشرحه دلوقتي اللي اسمه الابستراكت كلاس هو كلاس معمول مش عشان تكرييت اوبجكت منه، وما ينفعش تكرييت اوبجكت منه، انما معمول علشان بعد كده يطلع منه سبيشال كلاسز تنهرت من هذا الابستراكت كلاس وتزود عليه حاجات. اكزامبل على كده الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت. انا الحقيقه جيومتريك اوبجكت ده عايز اعمله ابستراكت كلاس. ليه؟ لان الجيومتريك اوبجكت ده يعني ما ينفعش اقول لك ارسم جيومتريك اوبجكت، ما ينفعش اقول لك احسب الاريا، احسب البريمتر، ما ينفعش، لازم تقول لي مين هو عشان اعمله. طب انا عامله ليه؟ عشان يكون زي ما قلت لك سوبر كلاس، كل كلاس بعد كده تنهرت منه. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ ازاي؟ فين يا ابني؟ اهو ده كلاس. اولا بحط قبليه كلمه ابستراكت، يبقى انت بتديفاين اكسبليسيتلي كده ات از ان ابستراكت كلاس. جوه ده كله كلام عادي، اللي مش عادي ان في ميثود بالمنظر ده ابستراكت كلاس دبل جيت اريا. طبعا دي ابستراكت ليه؟ لان ملهاش امبلمنتيشن. ليه ملهاش امبلمنتيشن؟ ما ينفعش تحسب جيري احط كود بيحسب اريا لشيب، انت لازم تقول لي مين الشيب، فدي ملهاش ديفينيشن واضح. عشان كده دي زي ان ابستراكت ميثود. الابستراكت ميثود بتكتبها زي ما تكون بتكتب بروتوتايب وتحط السيمي كولون في الاخر من غير كيرلي بريسز. خلي بالك في فرق ما بين ان انا اعمل ميثود وافتح كيرلي بريس واقفله واسيبه فاضي، ده امبلمنتيشن فاضي بس امبلمنتيشن، غير لما ما احطش الكيرلي بريسز كده ملهاش امبلمنتيشن. فرق ما بين الامبلمنتيشن الفاضي وان ما فيش امبلمنتيشن. فجيت اريا اللي قدامك دي اذا ابستراكت ميثود، والجيت بريميتر دي برضه انا ابستراكت ميثود مالهاش امبلمنتيشن. الكلاس اللي فيه ابستراكت ميثود اوتوماتيكلي بيبقى اسمه ابستراكت كلاس وما ينفعش اكريت اوبجكت منه. طب هنا ليه ما ينفعش اكريت اوبجكت منه؟ لان في ميثودز مالهاش امبلمنتيشن. اف يو كريت اوبجكت، لو سمح لك انك تكريت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت ده، هتيجي تنادي على الميثود اللي اسمها جيت اريا، فهتلاقي نفسك مش ما فيش حاجه تعملها. عشان كده ما ينفعش تكريت اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت. طيب طالما انا مش هقدر اكريت منه اوبجكت، ايه لازمته؟ لازمته انك بتوحد الانترفيس مع كل الكلاس اللي هتنهرت منه. فانا عندي كلاس جديد اسمه سيركل هينهرت من هذا الكلاس، كده انت بتقول له لازم تستخدم ميثود اسمها جيت اريا وميثود اسمها جيت بريمتر. الراجل اللي بيعمل السيركل ده راجل غلس، عمل ايه؟ ما عملش جيت اريا، سماها كالكوليت اريا مثلا. انت حر، بس خلي بالك طالما انت بتنهرت من هذا الكلاس، ما خلي بالك اللي بيكتب السوبر كلاس بيجبر اللي تحت منه في الانهرتنس ليفل انه يستخدم حاجات. اللي تحت منه في الانهرتنس ليفل عايز يزود حاجات، هو حر، انما في حاجات السوبر كلاس بيجبرك عليها. كده السوبر كلاس اجبرك انك لازم تستخدم وتعمل اوفر رايد وتعمل امبلمنتيشن للميثود الابستراكت ميثود اللي اسمها جيت اريا وجيت بريمتر. اذا افترضنا الشخص اللي عمل انهيرتنس للكلاس الجديد اللي اسمه سيركل ما عملش اوفر رايد للميثود دي، ايه اللي هيحصل؟ يتحول اوتوماتيكلي الكلاس الجديد لانه يبقى ابستراكت كلاس. يبقى لو انت قدامك كلاس وبصيت على كل الميثودز اللي فيه لقيت كل الميثودز ليها امبلمنتيشن، نستنتج من كده ان الكلاس ده مش ابستراكت كلاس. الاجابه غلط، لازم اطلع اشوف هو بينهرت من مين، في ابستراكت كلاس ولا مفيش. مفيش، اطلع للكلاس اللي فوقيه، اطلع للكلاس اللي فوقيه بالمنظر ده. لازم عشان الكلاس بتاعك ما يبقاش ابستراكت كلاس، نمره واحد كل الميثودز اللي فيه يبقى لها امبلمنتيشن، نمره اتنين مفيش ولا ميثود في الهيراركال وانت طالع كده كان في ابستراكت ميثود وانت ما عملتلهاش
امبلمنت اوفر رايد وعملت لها امبلمنتيشن. فلو رحنا للكلاس اللي اسمه سيركل اللي بينهيرت من الجيومتريك اوبجكت اهو تحت عمل اوفر رايد للجيت اريا وعمل اوفر رايد للجيت بريمتر تحت الاثنين ابستراكت كده، يبقى الكلاس ده ما بقاش ابستراكت كلاس وي كان كرييت اوبجكت منه. يبقى انا في الكلاس الابستراكت ده انا اجبرت كل الناس اللي جايين بعدي انه لازم يوفر رايد الميثود دي علشان يبقى كلاس كونكريت واقدر اكريت اوبجكت منه. طب وانا استفدت ايه من كده؟ استفدت بقى ان انا اقدر استخدم البوليمورفيزم، ان انا لو عندي رسمه فيها اوبجكتس كتيره جدا، فيها جيومتريك اوبجكتس كتيره، اقدر اعمل دلوقتي اري، الاري دي من ريفرنس بتاع الجيومتريك اوبجكت، واحط في الاري دي ادرس بتاع شويه كلاسز بتوع شويه اوبجكت من الكلاس بتوع سيركل وشويه اوبجكت من الكلاس اللي بتوع ريكتانجل، وبعدين اعمل فور لوب اقول له عدي على الاري دي وكل الميثود اللي اسمها جيت اريا. انا متاكد ان كل الكلاسز اللي بتنهرت من الجيومتريك اوبجكت اعمل لها امبلمنتيشن. امال انت عرفت تكريت اوبجكت من سيركل وريكتانجل ازاي؟ لان هما مش ابستراكت كلاس. عرفت ان انه مش ابستراكت كلاس انه اضطر يعمل امبلمنتيشن لهذه الميثود. فلما اعمل لوب وامشي اعدي على كل الاوبجكت وكل الميثود اللي اسمها جيت اريا والاوبجكت دي كلها سيركل وريكتانجل وتريانجلز كلهم هيكون لهم امبلمنتيشن لهذه الميثودز. ففائده الابستراكت كلاس انه بيوحد الانترفيس مع كل الكلاسز اللي هتنهرت منه بعد كده في المستقبل. انا هقولها بسرعه ونبقى نعيدها المره الجايه، الفرق ما بين الابستراكت كلاس والانترفيسز ان الابستراكت كلاس بيبقى في شويه ميثود، ممكن يبقى في ميثود مش ابستراكت وفي ميثود ابستراكت اهو زي قدامك ده، دي ميثود فيها دي ابستراكت ميثود ملهاش امبلمنتيشن، في ميثود زي هنا ليها امبلمنتيشن. فالكلاس لما يبقى فيه شويه كده وشويه كده يبقى اسمه ابستراكت كلاس. انما لو الكلاس كل الميثودز اللي فيه ابستراكت ميثودز اصبح هذا بيور ابستراكت كلاس اللي احنا بنسميه انترفيس بعد كده. فالانترفيس special kind من الانترفيس يعتبر كلاس برضه على فكره، بس special class special kind من الابستراكت كلاس ان كل الميثودز اللي فيه ابستراكت ميثودز. خلي بالك في اليوم ال دايجرام الابستراكت كلاس بيبقى ايتاليك والابستراكت ميثود بتبقى ايتاليك، قلنا البرايفت ماينس والبابليك بلس والبروتكتد بتبقى الهاش اللي عندك دي. مش لازم يحط كل حاجه، طبعا الكونكريت كلاس اللي هو مش ابستراكت ما بيبقاش ايتاليك زي السيركل والريكتانجل، لو اديتك الرسمه دي انت تعرف تطلع كل حاجه من غير ما اقولها. مش لازم طبعا اليو ام ال دايجرام يبقى فيه كل حاجه، يعني مثلا لو بصيت على السيركل والريكتانجل مش كاتب لك هنا الميثودز اللي هي جيت اريا وجيت بريمتر، ده معناها ان ده كمان بقى ابستراكت، لا يعني ممكن يهمل زي ما كاتب لك كده، مش لازم يكتب كل الميثودز يعني، بس طالما كتبها مش ايتاليك كده اسم الكلاس يبقى ده مش ابستراكت كلاس، وده معناه ضمنا على طول انه عامل امبلمنتيشن للابستراكت ميثودز اللي موجوده في السوبر كلاس، والسوبر كلاس طالما مكتوب اسمه ايتاليك يبقى خلاص ده اذا ابستراكت كلاس. الابستراكت كلاس كانت بي كونتيند ان ان ابستراكت كلاس. لو السوبر كلاس كانت امبلمنت او لو السوبر لازم بنت اولى ابستراكت زي سب كلاس ماس بي ديفاين ابستراكت. لو انت عندك سب كلاس وما عملتش امبلمنتيشن لكل الابستراكت ميثود الموجوده في السوبر كلاس يبقى السوبر كلاس ده لازم يبقى ابستراكت كلاس غصب عنه. لو نون ابستراكت سب كلاس اللي هو كونكريت كلاس بيكستند من ابستراكت كلاس يبقى لازم السب كلاس ده يعمل امبلمنتيشن لكل الابستراكت ميثودز اللي موجوده في السوبر كلاس. ما ينفعش تكريت اوبجكت من الابستراكت كلاس، الابستراكت كلاس ما ينفعش تكريت منه اوبجكت. قلنا ليه؟ علشان في ابستراكت ميثودز لو اف يو كان كريت اوبجكت منه يبقى انت تقدر تقول كل الميثودز اللي فيه، وفي ميثود ابستراكت مالهاش امبلمنتيشن. ابستراكت كلاس وزود ابستراكت ميثود. هل ممكن يكون في ابستراكت كلاس وما فيهوش ولا ابستراكت ميثود؟ الاجابه نعم، اذا كان بينهرت من سوبر كلاس وما عملش اوفر رايد لكل الميثود الابستراكت يتحول مباشره انه يبقى ابستراكت كلاس هو كمان.
طبعا الشكل الطبيعي ان انت بيبقى عندك في الانهيرتنس هيراركال كده، اللي فوق بيبقى ابستراكت واللي تحت مش ابستراكت. ده الوضع الطبيعي. الوضع طبعا اللي مش طبيعي واللي ممكن يحصل ان اللي فوق يبقى مش ابستراكت كلاس وبعدين يبقى اللي تحت منه ابستراكت كلاس، ممكن يعني. هو بيقول لك السوبر كلاس اوف ابستراكت كلاس مي بي كونكريت. كونكريت دي اللي هي مش ابستراكت كلاس، المفروض تتقال، ما اعرفش اتقالت في النص السلايدز ولا. الكونكريت كلاس هو اللي مش ابستراكت كلاس. طبعا اكبر مثال على كده ان الكلاس اللي فوق خالص 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 اللي اسمه اوبجكت ويز بيج او، ده كونكريت كلاس. انما بيجي بعديه كلاسز ممكن تبقى طبعا ابستراكت كلاس، فده ممكن يعني. انما بقى في الهيراركال الطبيعي اللي تحت اس بيرسون وستودنت وجراديويت ستودنت، ات از انلايكلي الحقيقه ان انت تحط كلاس جديد تحت كده بينهرت من الستودنتس ويبقى ابستراكت كلاس. يعني كلام برضو من حيث المبدا ممكن، انما بقى ايه فائدته بقى محدش عارف فائدته ايه. كونكريت ميثود اوفرريدن تو بي ابستراكت، كان ابستراكت كان اوفررايد ميثود من السوبر كلاس اند ديفاينت ابستراكت. دي برضو حاجه من الحاجات اللي زي ما بيقول لك الحاجات النادره. العادي ان يبقى في السوبر كلاس اللي فوق ميثود ابستراكت وبعدين تنزل تحت تعمل لها اوفررايد وتعمل لها امبلمنتيشن. ده الطبيعي. اللي مش طبيعي العكس، ان انت يبقى عندك ميثود ليها امبلمنتيشن وبعدين تعمل كلاس تحت بينهرت هذا الكلاس وتحول الميثود اللي ما كانتش ابستراكت وتخليها ابستراكت. من حيث المبدا ينفع، انما وده ممكن ينفع امتى؟ ينفع لو انت عايز تعمل كلاس جديد وتمنع استخدام هذه الميثود. ما انت خلي بالك لو انت عملت كلاس جديد وما عملتش اوفررايد لميثود، الاوبجكت من هذا الكلاس لو نادى على ميثود ومش موجوده في الكلاس بيطلع يجيبها من السوبر كلاس. فلو عايز تعمل حاجه زي كده انت ممكن تاوفررايد وما تعملش حاجه في الميثود. ف كل ده عشان تهايد الامبلمنتيشن اللي موجود في السوبر كلاس اللي انت مش عايزه. فده برضه اكزامبل تاني، ممكن تبقى الميثود مش ابستراكت في السوبر كلاس وانت عاملها ابستراكت في الكلاس الجديد اللي بينهرت منه. لسه ولا ايه؟ صراحة انا تعبت. انت طبعا لو عندك ابستراكت كلاس زي جيومتريك ده ابستراكت كلاس، ممكن اعمل حاجة زي كده. حد يقول لي اهو انت بتكريت اوبجكت منه. لا يا سيدي، انا مش بكريت اوبجكت منه، انا بكريت اري من مجموعة ريفرنسز من هذا الكلاس. تتحط فيها ايه؟ طبعا عمره ما يعرف يحط فيها اوبجكت من الكلاس اللي اسمه جيومتريك اوبجكت، لان جيومتريك اوبجكت ده ابستراكت كلاس، فمش عارف كرييت اوبجكت. انما يستقبل بقى اي اوبجكت من الكلاسز اللي جايه تحت منه في الانهيرتنس هيراركال، سيركل ريكتانجل اي حاجه زي كده. مش مشكله الاكزامبل ده، عندنا ابستراكت كلاس اسمه نمبر. الكلاسز زي البيج نمبر دي اللي احنا قلناها قبل كده، الكلاسز اللي تحت دي احنا قلناها قبل كده. الحقيقه هم بيقولوا ان يعملوا انهيرت من كلاس ابستراكت اسمه نمبر، عشان في شويه الميثودز دي كلها ابستراكت ميثود كلهم بيعملوا لها امبلمنتيشن. anyway انا هوقف بس الريكوردينج.